طيب، بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نبلش محاضرتنا الأولى إن شاء الله، مدخل لعلم الأدوية. طيب، هلا راح نحكي بشكل سريع تاريخ تطور الدواء. هو للاطلاع، أنا بس أضفته، ما مطلوب منكم تحفظوه. طبعا الإنسان من أول ما كان موجود على الأرض استخدم الدواء، لكن نحن ما نعرف أيمتى إنه استخدم الدواء، ما نعرف الشيء المكتوب. فأول السجلات اللي وجدوها هي بالحضارة الصينية المكتوبة 2700 سنة قبل الميلاد في الحضارة السومرية. في حتى عند الفراعنة كثير من الآثار كان أثبتت إنه عندهم استخدام كبير للدواء. هلا، في من الأدوية اللي استخدمت واللي نعرفها استخدام الإغريق للأفيون لتسكين الألم. الفراعنة استخدموا زيت الخروع لعلاج الإمساك. الصينيين اكتشفوا انه تناول الكبد بيشفي من فقر الدم بسبب انه الكبد فيه الحديد. طبعا ابوقراط هو كان، ليش يعتبر ابوقراط هو ابو الطب؟ يعتبر ابو الطب لانه هو اول شخص نقل انه الطب من انه كان سر ومهني تتوارث من الاباء للابناء، لانه نشر المعلومات الموجوده عنده وصار يدرس الطلاب وانتشر الطب بعده. هلا هي شقائق النعمان اللي استخدموا الاغريق لاجل شلون بدي اطلع؟ تسكين المرضى عن طريق الافيون بيستخرجوا منه. هذا هو زيت الخروع اللي استخدموه الفراعنه لعلاج الامساك. طيب، الحضاره الاسلاميه اكيد كان لها دور كبير، ما راح نوقف عليه، بس اهم شيء انه الحضاره الاسلاميه فصلت علم الطب عن علم الصيدلي. القرن التاسع عشر كمان كان في عندنا استخدام للادويه، لكن ما كانت بالشكل كثير كبير، كان لا زال علاج شعبي او علاج عشبي. التطور الأساسي كان بالنصف الأول من القرن العشرين، وبعده وجدت الشركات الأدوية الكبيرة. هلا الأدوية واحد، إحنا شو راح ندرس؟ ناخذ اليوم مخطط للأدوية واحد شو راح تكون؟ محاضرة اليوم هي عبارة عن مدخل، راح ناخذ محاضرتين بنسميهم فارماكوديناميك، يعني التأثيرات الدوائية. راح ناخذ ثلاث محاضرات اسمهم الفارماكوكينيتيك اللي هن الحرائق الدوائية. بعدين ندخل بقسم الجهاز الذاتي الاوتونوميك سيستم، عباره عن ست محاضرات. بنحكي اليوم شوي عن موضوع الفارماسي فيرسس فارماكولوجي، شو الفرق بين الصيدلي والادويه. هلا، علم الصيدلي هو العلم اللي بيقوم على تجهيز وتركيب الادويه، واحنا ما لنا علاقه نهائيا بمحاضرتنا هي او مادتنا بموضوع علم الصيدلي. احنا ما بندرس لا تركيب الدواء ولا تجهيزه. احنا شو بندرس؟ بندرس تاثير الدواء على الجسم، كيف الجسم بيتعامل مع الدواء، كيف الجسم بيمتص الدواء، بيستقلب الدواء، بيطرحه. هذا هو دراستنا بعلم الأدوية. أما كيف بيتم تركيب الدواء، كيف بيتم تجهيزه، كيف بيتم حفظ الدواء، هاي الأمور ما بندرسها في علم الأدوية، إنما هاي تتبع لعلم الصيدلي. طبعا كمان علم الأدوية ما هو والله حفظ القوائم الطويلة من الليستات اللي فيها أسماء الشركات الدوائية وما شابه. علم الأدوية عبارة عن دراسة تأثير الدواء على جسم الإنسان، تأثير جسم الإنسان على الدواء، تأثير متبادل. فإحنا عندنا أقسام رئيسية بمادتنا، الفارماكوديناميك اللي هي تأثير الجسم على ال عفوا تأثير الدواء على الجسم. طبعا رح يكون عندنا محاضرتين كاملات عن الفارماكوديناميك اللي هي التأثيرات الدوائية. ناخذ مثال، مثلا دواء اسمه بربرانولول، هو من حاصرات بيتا. شو بيسوي؟ بينزل ضغط الدم وبخفض سرعه القلب. هاي شو بنسميها؟ بنسميها تاثير الدواء، او الاسم العالمي الشهير لها اللي هي الفارماكوديناميك. فارماكوكينيتيك، شو الجسم بيساوي بالدواء؟ الجسم بيمتص الدواء، الجسم بيستقلب الدواء، بينقله، بيطرحه. ناخذ مثال نفس الدواء بروبرانولول اللي هو الحاصر بيتا، شو بيساوي الجسم؟ مثلا يستقلب عن طريق الكبد ويطرح عن طريق الكلية والكبد. طيب، بس في عندنا زملاء بالويتنج روم، بس نعمل لهم ضم ونتابع. طيب، هلا عندنا بعض التعاريف. دراج، شو هو دراج؟ هل هو معناته دواء؟ شو معناته كلمة دراج؟ دراج هو عقار،
العقار هو أي مادة تتفاعل مع الجزيئات والبروتينات اللي تلعب دور منظم في الجسم. هل هو نفسه الدواء؟ نشوف هلا. الدواء اللي بنسميه مدخن. تفضل اعمل ميوت. طيب هلا الدواء هو بنسميه ميديسن. الدواء هو اي دراج يستخدم لعلاج او الوقايه من الامراض. فاذا الدواء هو قسم من العقارات، من العقاقير. في عندنا عقاقير ممكن تكون ما أنا مفيده للانسان، او عقاقير ممكن تكون ضاره. فالدواء هو فقط العقار اللي يستخدم لعلاج او الوقايه من الامراض. في عندنا كمان البويزن اللي هو السم. شو هو السم؟ هو أي عقار، أي drug that have almost exclusively harmful effects، اللي هو فقط ضار. إذا نحن ما بنقول drug users، المدمنين، ليش بنسميهم drug users؟ لأنه ممكن يستخدموا عقارات، ما يستخدموا أدوية، يستخدموا الهيروين، يستخدموا الكوكايين، اللي هي ما أدوية، هي عبارة عن عقاقير. طيب هلا نحن ليش بنعطي الدواء؟ شو الهدف من إعطاء الدواء؟ اما نعالج المرض علاج نهائي، مثلا اجانا مريض عنده ولنقل التهاب قصبات او عنده التهاب امعاء، نعطيه دواء لقصد الشفاء الكامل من المرض. او عندنا احنا مرض ما نسيطر عليه، يعني مريض عنده ضغط، ما احنا ما بنحكي نشفي الضغط بشكل كامل، نحن نعطي دواء يسيطر على الضغط، ينزل الضغط يسويه طبيعي، او نعطي دواء للسكر ينزل السكر للطبيعي. وهي المشكله طبعا المرضى كثير ما يفهموها، بيقول لك والله انا اعطيته دواء الضغط، بياخذ دواء اسبوع شهر شهرين لقى حاله صار اموره جيده، بفكر حاله انه هو طاب بيوقف الدواء. فطبعا هذا بيكون خطا منه، نحن ما فهمنا المريض نحن عم نسيطر على الدواء من خلال عن المرض من خلال استخدام هذا الدواء، انه هذا الدواء مجرد ما خلص مفعوله خلال يوم او يومين رح يرجع الضغط او يرجع السكر يرتفع. فاحنا هو ما قصدنا او ما بنحسن ان نشفي المريض، لكن احنا بنسيطر على المرض عشان ما يعمل اختلاطات. أو الوقاية. الوقاية بشكل أساسي عن طريق اللقاحات. طبعا هلا الدواء له عدة تأثيرات، له التأثيرات العلاجية اللي هي طبعا هو التأثير احنا المستهدفه، نحن بدنا نعالج المريض عن طريق التأثير العلاجي. مثلا دواء خافض للضغط بينزل بيعمل تخفيض للضغط، أو مضاد حيوي بيقتل البكتيريا. فهذا التأثير هو التأثير المرغوب اللي أعطيت المريض الدواء للمريض مشان هذا التأثير. لكن الأدوية مو إلا بس تأثير العلاج، في لها كمان تأثيرات غير مرغوبة. يعني مثلا الأسبرين أنا بستخدمه ولنقول كمضاد تخثر أو بستخدمه كمسكن، لكن له كمان تأثير مرغوب غير مرغوب، إنه ممكن يعمل لنا قرحة بالمعدة. ممكن مثلا أي دواء ثاني يعمل لنا آلم بالمعدة، يعمل إقياء، يعمل إسهال، يعمل التهاب بالكبد، فهي تأثيرات غير مرغوبة. أنا ما برغب فيها، لكن الدواء راح احتمال كبير إنه يعمل هالتأثير هذا. طبعا التأثيرات غير المرغوبة مقسومة إلى قسمين، قسم بنسميه سايد افكت، قسم بنسميه ادفيرس دراج رياكشن. السايد افكت أحيانا ممكن تكون يعني ما عندنا مشكلة فيها وممكن تكون مرغوبة. ولنقل على سبيل المثال الأسبرين ممكن يستخدم كمسكن، بنفس الوقت يعمل سايد افكت، يعمل منع تخثر الدم. احتمال نفس هذا الدواء الأسبرين عن مريض ثاني أنا أستخدم الأسبرين كمضاد للتخثر. فهون صار الأثر الجانبي وعبارة عن تأثير مرغوب. أما الأدفيرس دراج رياكشن فهو تأثير غير مرغوب نهائيا ولا يمكن أنا أرغب فيه. يعني مثلا الأسبرين هو نفس الدواء ممكن يعمل لنا قرحة بالمعدة، أنا أكيد ما راح أرغب بهالتأثير هذا الجانبي. فلذلك سموه أدفيرس دراج رياكشن، عبارة عن تأثير سلبي للدواء، ما هو تأثير جانبي، هو تأثير سلبي. فإذا الآثار الغير مرغوبة هي إما سايد افكت، آثار جانبية ممكن أن أتحملها أتغاضى عنها وأحيانا تكون مفيدة إلي ممكن أستخدمها، أو القسم الثاني الأدفيرس دراج رياكشن، الآثار الجانبية أو السلبية أو الوخيمة للدواء اللي ما بتكون مرغوبة نهائيا. تأثيرات السمية للدواء. هلا الدواء احنا أكيد ما بنرغب إنه يسبب لنا تسمم على المريض، لكن أحيانا ممكن يصير عندنا آثار سمية. شو سبب المريض ممكن يتحول الدواء للسم؟
اما المريض استعمل بمقدار يفوق المقدار الدوائي، يعني انا مثلا المريض استخدم حبيب اليوم، المريض ما فيه وراح استخدم حبتين، او مريض زاكا واستخدم حبتين او 3 حبات باليوم، فهون صار عندنا استخدام تجاوز الجرعه الدوائيه المسموحه والمريض بصير عنده تسمم، او المريض لا زال عم يستخدم الجرعه اللي اوصيته فيها بس المريض ما عم يراجع الطبيب، ما عم يساوي الاستقصاءات المطلوبه، والدواء تراكم في العضويه. يعني مثلا مريض ولنقول مريض سكري عم يستخدم دواء معين، مريض السكري سكره مانه مضبوط، وبعد فتره بس بلشت وظائف الكلى تتدهور، فصار طرح الدواء اضعف من اول، فصار الدواء يتراكم في الجسم ويصار لمستوى فوق المستوى العلاجي، فهون كان بسبب اهمال المريض او عدم المراجعه او ان وظيفه الكبد او وظيفه الكلى سائد، فالدواء صار يتراكم في جسم المريض. لنحكي شوي عن موضوع منشأ الأدوية. طبعا الأدوية ما كثير بهمنا على الأدوية السريرة منشأ، لكن نحكي عنها بشكل مختصر، أظن بالعملية لازم يحكي لكم عنها أكثر. سابقا كانت الأدوية عبارة عن مزيج، كانوا يخلطوا من منشأ حيواني ونباتي ومعادن، فيها كان عبارة عن كثير مركبات، لكن هاي طبعا كل ما زادت المركبات كل ما زادت الآثار الجانبية وزادت السمين. بعدين صارت الأدوية تستخدم أو تنقى بشكل أفضل ونحصل فقط على المركب اللي إحنا بهمنا أو مستفيد منه. هلأ نعطي أمثلة على بعض الأدوية، مثلا الديجيتال هي الديجوكسين من منشأ نباتي، من نبات الديجيتال يستخدم في علاج قصور القلب. منشأ حيواني أول ما اكتشفوا الأنسولين أو الهبارين أو الاي سي تي اتش عبارة عن استخلصوه من الحيوانات. أو منشأ معدني بيكون عبارة عن معادن الدواء. طبعا حاليا الادويه غالبا تصنع كيميائيا، ما عاد في مثل ما اول انه تستخدم من منشا حيواني، وانما غالبا تصنيع كيماوي او عباره عن الادويه سيمي سينثيتيك، يعني بيجيبوا دواء من منشا حيواني او نباتي وبيتم تعديله بحيث يكون يصبح اقل سميه، له ممكن تاثيره اطول، له تاثير افضل على الجسم، فهي بيسموها سيمي سينثيتيك. هلا تسميه الدواء من اجل احنا عندنا للدواء عده اسماء، عندنا الاسم الكيميائي هو عبارة عن اسم صعب، اسم كيميائي، في عندنا الاسم التجاري وهي كمان صعب تنحفظ الأسماء التجارية، لأن في كل بلد عندنا شركات كثيرة، يعني بسوريا كان عندنا تقريبا 70 شركة، كل شركة بتطرح من الدواء كثير مركبات، فكثير صعب إنه تنحفظ. أو مثلا الشخص هلا أوقات كثير أطباء بيروحوا بيشتغلوا بغير دول، فكل ما راح على دولة أو على بلد بده يحفظ الاسماء التجاريه موضوع كثير صعب. او شو بصير احيانا هلا مثل ما حاليا احنا يا حمزه خلينا نعمل ميوت ميوت للاول. طيب مثلا حاليا احنا بعد الثوره صارت تدخل عندنا الادويه الاجنبيه، يعني سابقا كان في فقط ادويه سوري ما في ادويه اجنبيه نهائيا، بس حاليا في عندنا الادويه التركيه والادويه الامريكيه وكل الادويه من كل الدنيا، فصعب علينا نحفظ هاي الادويه الاسماء التجاريه. لذلك الحل شو سووا؟ سووا اسم عالمي مشترك عباره عن اسم عالمي ما هو مثل الاسم الكيميائي الصعب، وعباره عن اسم عالمي موجود بكل الدنيا ومعروف وين ما رحت. بناخذ امثله، مثلا الامبيسيلين هو اسم عالمي مشترك، اي واحد تروح وين ما رحت بالدنيا بتكتب امبيسيلين بيعرفوا الصيدلي. طيب في عندنا حد عنده سؤال ثاني؟ طيب الامبيسيلين او الامبيسيلين هو عباره عن اسم عالمي، وين ما رحنا باي مكان بالدنيا تكتب امبيسيلين بيعرفوه. الاسم التجاري اللي هو نقل اوفر بين كان موجود عندنا بسوريا، اما الاسم الكيميائي امينو بنزيل بنسيلين، فاحنا اذا دواء بنكتبه كثير صعب تكتب كل ما بيكتب المريض امبيسيلين تكتب امينو بنزيل بنسيلين. او مثلا سيتامول وين ما رحت بالدنيا اسمه باراسيتامول، اما اذا جيت بكتب اسم الكيميائي ان اسيتيل بارا امينو فينول اسم صعب شوي. مثلا البيسيدين كمان إيثيل 1 ميثيل 4 فينيل، يعني اسم كثير طويل واسم كثير صعب، فلذلك احنا بنستعين بالاسم العالمي المشترك. طيب هلا الادويه مصنفه لعده اقسام،
كل دواء حسب خطورته. طيب كان أفضل يكون حدا مشرف معي، عشان لما يكون في حدا بالويتنج روم أو بشيء بده مساعدة. طيب تصنيف الأدوية، الأدوية مقسمة لعدة أصناف. في عندنا قائمة واحد بيقول لك وصفة غير قابلة للتجديد. شو السبب؟ سبب إنه المريض ما بيحتاج لأنه نعيدها. مثلا المريض أجانا مريض عنده التهاب البلعوم، عنده التهاب اللوزات، فكتبنا له مضاد حيوي، فهذا ما ممكن تجديد هاي الوصفة. خلاص المريض بياخذ مضاد حيوي ما وصفت له إياه، بكتب له مثلا أمبيسيلين ضرب 2 مرتين باليوم ضرب 5 أو ضرب 7 5 أيام أو 7 أيام، خلاص هذا صفى كافي للمريض، ما في حاجة إنه المريض يعيده. طبعا للأسف أحيانا الأطباء ما بيفهموا المريض إنه هذا الدواء ما في داعي لتجديده. يعني كثير بيجينا مرضى مثلا مريض سكر أو مريض ضغط، عم بياخد أدوية ضغط أدوية سكر له سنوات، بلاقي بين أدوية مثلا مضاد حيوي، بالمريض شو أصلك عم تاخذ هذا المضاد الحيوي؟ اللي والله صار لي سنة عم باخذه. طب ليش صار لك سنة؟ والله رحت عند دكتور فلاني وكتب لي الدواء من وقت أنا عم باخذه. طبعا هذا الخطأ كان من الطبيب، كان لازم يفهم المريض إنه هذا الدواء أنت بتستخدمه فقط لمرة واحدة، ما في داعي أنه ينعاد، ما في داعي يتكرر. فتصور مريض يعني ياما شفت مرضى عم ياخذ مضاد حيوي لمدة سنة، وطبعا هذا الشيء أول شيء أنفق يعني مصرات كثير على هالدواء بدون حاجة، أدخل دواء مو بحاجة إله. طبعا بالإضافة إنه الدواء المضاد الحيوي له آثار على الجسم، آثار على الكلية، آثار على الكبد، آثار على الفلورا الموجودة بجسمه. فإحنا شايفين قديش الطبيب هون يضر المريض بسبب إنه ما نبه المريض إنه هذا استخدام لمرة واحدة، ما في داعي ينعاد. القائمة الثانية هي الأدوية القابلة للتجديد. هون في عنا الأمراض المزمنة، هذا مثل مريض السكر أو مريض الضغط، هذا المريض لازم يتم يكرر الدواء كل عمره. طبعا كمان بنقع بنفس الخطأ وإنما بالجهة المعاكسة، ما بقول المريض لازم تاخذ الدواء كل عمرك. بيجينا مريض سكر فأنا بعطيه دواء سكر أو أعطيه دواء عنده ضغط بعطيه دواء ضغط، فبياخذ الدواء بيلاقي حاله ارتاح، بعد شهر أو شهرين بيوقف الدواء، بيرجع لي بعد مثلا شهرين ونص أو ثلاث شهور المريض ضغطه مرتفع او سكره مرتفع. شو السبب؟ سبب والله ليش ما عم تاخذ دواء؟ والله ما حد قال لي لازم اخذ دواء كل عمري. فلازم اعطي المريض دواء يستخدم بشكل دائم، لازم نبه المريض انه هذا الدواء لازم يستخدمه كل عمره، كل ما خلص لازم يعيده، لازم نفهم المريض هذا الدواء كل ما خلص بترجع بتعيده، كل ما خلص بترجع بتجيب علبه ثاني، هذا الدواء لازم تستخدمه كل عمرك. طبعا القائمة الثالثة هي الأدوية المهلسة. طبعا هاي الأدوية خصوصا بالدول اللي فيها يعني مدمنين يعني مشكلة كتير، تلاقي المريض المدمن يعني بس صار عنده وصفة الأدوية مهلسة فبصير بيحتال شلون بده يعيد الدواء أو ياخده مرة تانية. فلذلك في قوانين كتير صارمة لهاي الوصفات، لازم نكتب على الوصفة كمية الدواء، منحدد كم مرة باليوم، كم حبة باليوم، لكم يوم، مدة العلاج، ما والله اكتب له اياها مفتوحة، لازم حدد ايمتى بتبلش ايمتى تنتهي مدة العلاج، عشان ما المريض يتم اذا كان مدمن يصرف الدواء عدة مرات او اكثر من مرة. في عندنا القائمة الأخيرة وهي القائمة الشهيرة جدا نسميها اوفر ذا كاونتر او تي سي. اوفر ذا كاونتر شو يعني؟ يعني فوق الطاولة او فوق الكاشير مكان البيع. هاي الأدوية بتنباع بدون وصفة. طبعا كل الأدوية السابقة ذكرناها تحتاج لوصفة، المضاد الحيوي، دواء الضغط، الأدوية المهلسة كلها تحتاج لوصفة. فقط في مجموعة محدودة من الأدوية هي بتنباع بشكل حر بالصيدليات، هيك المفروض. طبعا احنا بلدنا ما في عندنا هالشيء، بلدنا كل الدواء بينباع وما في أي مشكلة. يعني بجوز حاليا بس على الأدوية المهلسة صار في شوية تدقيق بالفترة الماضية، أما المريض عادي إنه عند بلدنا يروح يشتري دواء ضغط بدون وصفة، عادي يشتري مضاد حيوي بدون وصفة. يعني أعطيكم مثال، اليوم كنت يعني عم بقرأ الأخبار بالسعودية، الغرامة على الصيدلية اللي بتبيع الدواء المضاد الحيوي بدون وصفة، تصوروا سحب الترخيص، تسكر الصيدلية، سجن مدة حد أقصى 6 شهور، وغرامة 100,000 ريال للي بيبيع مضاد حيوي واحد بدون وصفة. نحن عنا بيحسن بيروح بيشتري شوال مضادات حيوية بدون اي وصفه وبدون اي شيء. طبعا هذا الشيء بيؤدي انه بلدنا راح يصير عندنا المقاومه بشكل كثير كبير.
دي دخل ايه؟ طيب هلا بنحكي شوي عن آلية حدوث تأثيرات غير مرغوبة، ليش بيصير أحيانا بالدواء تأثير غير مرغوب؟ أحيانا بيكون تأثير مرتبط بتأثير الفارماكولوجي للدواء، يعني الدواء مثلا رح ناخذه بعد عدة محاضرات، ولنقل مثلا الأتروبين، إحنا ولنقل بنستخدمه لهدف معين، ولنقل مضاد لتشنج الأمعاء، لكن له كمان هو مضاد كولينيرجي. ممكن هلا حاليا ما تكون كثير المثال واضح لكم، بس ناخذ الاوتونوميك سيستم بيكون المثال واضح اكثر ان شاء الله. يعني هذا تاثيره انه هو مضاد كولينيرجي، فهو بيعمل مثلا بيخفف من تقلصات الامعاء، بيخفف من مفرزات الفم، وبيخفف من التعرق. فانا ما بحسين انا ما بحسن والله حد لهالدواء انه انا بس بدي اياك تعمل مضاد تشنج، فهو راح يعمل مضاد تشنج وهو راح يقلل من مفرزات الفم، بحيث المريض بصير بشكي من جفاف بالفم، بيقلل من التعرق، بيقلل من كل المفرزات. فهذا تاثير فارماكولوجي اساسي لهذا الدواء، انا ما فيني اتحكم فيه. احيانا بيكون الاثر الجانبي مرتبط بخصائص خاصه بدواء معين، بخصائص خاصه لهالدواء، أو بتكون خصائص فارماكولوجية غير معروفة، ما بيحس المريض يعني إلا صار عنده أثر جانبي إحنا ما كان متوقع إلنا، ما كنا عارفين رح يصير عنده هالأثر. طبعا هذا نادر. طيب نحكي شوي عن موضوع تطوير الدواء. هلا مثل ما لاحظتوا بالفترة الماضية لما صارت الكورونا إنه هو مرض جديد، صار الفيروس عمل طفرة وصار جديد تغير، فما حدا فكر انه يبلش يصنع له دواء جديد. شو السبب؟ السبب انه صناعه الدواء بتحتاج لفتره طويله جدا. فكلهم شو صاروا يسووا؟ كل الشركات الدوائيه او كل المشافي صاروا يبحثوا عن ادويه موجوده سابقا المدروسه ويحاولوا يستخدموها لعلاج الكورونا. بلشوا يستخدموا اول شيء كلوروكوين مضاد ملاريا، استخدموا الازيتروميسين هو مضاد حيوي، استخدموا كثير ادويه، استخدموا مضادات فيروسات. السبب انه الدواء عشان يصير مسموح باستخدامه بيحتاج لانه يمر باربع مراحل، قبل ما نسمح باستخدام هذا الدواء لازم يمر باربع مراحل نحكي عنها هلا بالتفصيل، كثير مهمه هاي. اول شيء الدواء هذا يعني اجتنا شركه اكتشفت اخترع دواء معين، فاول شيء لازم نجرب الدواء، نعرف انه هذا الدواء ما مضار، ممكن يعمل اثار جانبيه، ممكن انه يكون سبب وفاه المريض، فبنجرب الدواء على اشخاص سليمين. نجيب 20 ل 80 مريض او حتى 100 مريض، او عفوا 20 80 شخص من مرضى، اشخاص سالمين ما عندهم شيء ابدا، نعطيهم هذا الدواء. اذا نعطيهم هذا الدواء طبعا بقسم اسعاف، بيكونوا عم يراقبوا نبض المريض وضغطه وحرارته، عفوا المتطوع بسموه، هو مانو مريض، لنشوف هل الدواء هذا سليم امن ممكن يضر المريض، وبس يشوفوا ايمتى تظهر الاثار الجانبيه او الاثار السميه على اي جرعه، بحيث تعرف انه هي الجرعه احنا لازم نوقف عندها ما بقى نتجاوزها. بعد ما جربنا هذا الدواء على تقريبا 100 شخص، بنجيب بقى 80 حتى 100 شخص مريض ما عندهم غير مرض اللي احنا اخترعنا الدواء مشانه، لنشوف هل الدواء هذا فعال لعلاج هذا المرض. يعني مثل مثلا حاله الكورونا، نجيب شخص ما عنده غير كورونا، ما عنده امراض ثانيه، نعطيه الدواء ونشوف هل الدواء هذا فعلا مفيد له. اذا ثبت انه الدواء هذا مفيد له على 80 حتى 100 مريض، بننتقل للمرحله الثالثه اللي هي التجارب السببيه، بيعطى باعداد كبيره لالاف من المرضى. طبعا هلا مثل ما بتعرفوا بالكورونا كل الدول شو عم تسوي؟ عم تدور على اللقاح، فاغلب اللقاحات هلا وصلت المرحله التجربه المرحله الثالثه التجارب السريريه، مثل ما سمعتوا من عده ايام مثلا شركه فايزر انه نجح الدواء عندها انهت المرحله الثالثه، جربته على 45 ألف مريض اللقاح، وثبت أنه فعال وأنه آمن. فهم بعد ما ينهي المرحلة الثالثة بنتقل للمرحلة الرابعة. بعد ما مر المرحلة الثالثة وجربناه على آلاف الأشخاص آلاف المرضى، وجدنا أنه مفيد، وجدنا أنه ما نساه،
فهون بيتم الموافقة على الدواء ببلشوا نشره بالصيدليات. فلا مثل ما سمعت انه فايزر انهت هاي المرحلة الثالثة، طلبت من منظمة الغذاء والدواء الأمريكية إعطاء ترخيص حتى تنتقل المرحلة الرابعة اللي هي نشر الدواء بالصيدليات، رح يبلشوا يصنعوا منه ملايين اللقاحات وينشروها. بس احنا ما نتفق انه بالمرحلة الثالثة، حتى بالمرحلة الرابعة بنرجع نعمل دراسات، بنتابع الدواء، بنتابع هاللقاح هذا، بنشوف هل له آثار جانبي، يعني احتمال يكون في أثر نادر ما ظهر بالمرحلة الثالثة. أنا مو بس والله وصلت للمرحلة الرابعة وطرحت الدواء بالسوق وانتهى الموضوع، لازم استمر بمراقبة الدواء. هلا انا لما بخترع دواء او بنكتشف دواء وفي عنا دواء فعال لشيء معين ولنقل مضاد حيوي، شو لازم يكون عشان نحسن نستخدمه؟ لازم يكون اول شيء قابل للامتصاص. يعني انا ما بكفي ان الدواء والله بيقتل البكتيريا بالطبق، انا بدي الدواء يوصل للمكان الموجود فيه المرض، اللي فيه بكتيريا مثلا بالقصبات، بالرئتين، باللوزات، بالجهاز البولي. فلازم الدواء يمتص. في عندنا كثير مركبات، كثير عقارات هي قادرة على قتل البكتيريا لكن ما تمتص، فهذا أنا ما بحسن نسميه دواء. يوصل لمكان مثل ما قلنا مكان التأثير المطلوب، سواء بالجهاز البولي، سواء بالرئتين، سواء بالقصبات، سواء بالدماغ، ويتم يكون الجسم قادر على طرحه. يعني ما بكفي إنه الدواء يمتص ويوصل لمكان التأثير، كمان لازم أحسن أطرح الدواء. إذا ما طرحنا الدواء رح يتراكم بالجسم أو يتحول لمستقلبات، ممكن تكون مستقلبات سامة. فإذا تذكروا من فترة يوم ترامب كان بيحكي على الكورونا وقال إنه هو مهتم بموضوع إنه المنظفات تقتل البكتيريا، تقتل الفيروس بشكل كثير كبير. يعني هلا الفيروس ضعيف جدا، فيروس كورونا، يعني تقريبا خلال 15 ل 30 ثانية ممكن المنظفات او الكحول يقتل الفيروس. هو بيقول ليش ما بيستخدموا المنظفات كعلاج للكورونا؟ طبعا المنظفات لا انها امنه ولا يمكن استخدامها كدواء ولا ممكن توصل لمكان التاثير. فطبعا هو يعني كانت يعني مثل فضيحه، يعني فكرته فورا الاف الاطباء بامريكا يعني نشروا تغريدات او نشروا انه ما حد يسمع لكلام الرئيس. طيب هلا بنحكي شوي عن طرق استخدام الدواء. مثل ما احنا شايفين عندنا طرق كثير لاستخدام الدواء، ممكن اعطي الدواء عن طريق قطره، ممكن اعطيه عن طريق استنشاق، ممكن اعطيه فموي. فانا يوم بدي استخدم دواء كيف بحدد انه انا شو طريق استخدام الدواء؟ يعني في عندي ادويه ولنقل مثلا بعض انواع المضادات الحيويه ممكن استخدمها كقطره، ممكن استخدمها كحبوب، ممكن استخدمها كحقن، فأنا كيف بحدد هالدواء هذا كيف راح استخدمه؟ في عندنا عدة عوامل. طبعا عندنا طرق استخدام الدواء، عندنا الطرق الرئيسية، الطريق المعوي هو أشهر طريق لاستخدام الدواء عن طريق البلع، المريض يبلع الدواء. يعني الطريق نظير المعوي او عن طريق الحقن الخلالي بنسميه، بيسموه بارا انترال. الانترال هو المعوي مثل ما قلنا، بارا نظير المعوي، وانه طريق ليس معوي، خارج المعوي. وعن الطرق الموضعيه عن طريق القطرات او المراهم او الحقن الموضعي. طبعا مثل ما حكينا اشهر طريقه واشيع طريقه هي الطريق الفموي. هو متسميه الطريق المعوي اللي هو الاورال، بيتم ابتلاع الدواء، يسمى بير اوس بالانجليزي، عفوا باللاتيني بير اوس. طبعا هون بدي نوه على نقطه انه كثير اوقات يعني بسمع الزملاء بيقولوا على تسميه الدواء او على اللغه اللي بنستخدمها انه اللغه اللاتينيه. طبعا اللغه اللاتينيه هي غير اللغه الانجليزيه بشكل مختلف تماما. يعني نقول هذا المثال الفموي هي بيسموه بالانجليزي اورال، بينما باللاتيني تسمى بيروس. طبعا اللغه اللاتينيه لغه غير محكيه وانما مجرد تستخدم بالمصطلحات الطبيه، اما اللغه الانجليزيه لغه نستخدمها بالطب بشكل اساسي. طبعا طريق المعوي كمان بيحتوي على الطريق تحت اللسان، كمان طريق شهير.
أشهر دواء بنستخدمه هو النيتروغليسيرين تحت اللسان. في عنا كمان بيسموه البوكل، بيتم وضع الدواء بين اللثة والخد. طبعا هذا نادر ما بنستخدمه كثير، موهم إنه. بلش أول شيء بالطريق الفموي. طبعا في له ميزات وله عيوب الطريق الفموي. شو ميزاته؟ أول شيء الأسلم، يعني المريض إذا أعطيناه الدواء مو بحاجة إنه ياخذ حقنة. الحقنة إلى مشاكل، ممكن تعمل ألم، ممكن تعمل صدمة ألمية، ممكن تعمل إنتان مكانه، ممكن في إلى كثير مشاكل. فهذا الطريق سليم، حتى لو المريض ابتلع الدواء مثلا بكميات كبيرة أكثر من الكمية المسموحة، ممكن إنه نعطي المريض أدوية تتعامل مع الدواء بالأمعاء وتمنع امتصاصه أو تعطله، أو نعطي أدوية تسبب إقياء المريض يخرج الدواء، أو نعطي أدوية تسبب إسهال في المريض يطرح الدواء. فهو طريق سليم، ما بحاجة لحقن، ما بحاجة لحد مثلا لممرض عشان يعطي المريض الدواء. فهو طريق سليم وسهل، استخدامه شائع جدا. أغلب الدواء إحنا الأدوية نعطيه عن طريق الفم، إلا غالبا إذا كان الدواء مو متوفر عن طريق الفم فهون بنلجأ للطرق الثانية. سهل مثل ما قلنا، مو بحاجة لممرض أو لحد مختص يعطي المريض. يعني كثير أوقات بيجيني مرضى بقول له بدي أعطيك إبر، فبقول لي يا دكتور أنا ساكن بتشول، مين بدي أعطيني الإبر؟ كمان بدي آخذ الإبري، بدي أجي على المشفى عشان آخذ الإبري. بينما خلاص الدواء فتح العلبة حط حبيبته وبلعه وانتهى الموضوع. طبعا اقتصادي اكثر، يعني ولنقل المضادات الحيويه على سبيل المثال، يعني ممكن بحق ابرتين ناخذ كورس علاجي كامل فموي. ناخذ علبه دواء كامله عباره عن مثلا 10 حبوب تكفي المريض كل مده العلاج. بينما الطرق الثانيه خصوصا طرق الحقن الخلالي ممكن تكون مكلفه او غاليه. مثل ما المريض بيتناول الدواء ذاتيا، فتح العلبه اخذ الحبه يشرب وراها مي وانتهى الموضوع، ما في حاجه يروح على المشفى ولا في حاجه يفتحوا له وريد ولا في حاجه يكون في حد مختص يعطيه الدواء. مثل ما قلنا اذا صار في عندنا تسمم ممكن المريض نتعامل معه بسهوله اكبر. اذا المريض اجانا خلال اول ساعه او ساعتين او ثلاثه ممكن نعمل له غسيل معدي، نعطيه الفحم الفعال، نعطيه مقيء، نعطيه شيء يسرع طرح من الامعاء، ممكن نتعامل معه بسهوله. هلا شو في العيوب الطريق الفموي؟ أول شيء الدواء لازم يكون قابل للامتصاص، فهذا بيزيل كثير أنواع من الأدوية ما ممكن تستخدم عن طريق الفم لأنها لا تمتص من الجهاز الهضمي. نعطي على سبيل المثال دواء شائع جدا مستخدم اسمه النيستاتين. هذا الدواء مضاد للفطور، يستخدم فقط لعلاج فطور الأمعاء. السبب أنه لا يمتص من الأمعاء بسبب حجمه وكتلته وشكله، فهذا لا يمتص من الأمعاء. في عنا كثير أدوية لا يمكن استخدامها فمويا لأن لا تمتص من الأمعاء. المشكلة الثانية تعرض الدواء لحموضة المعدة. في عنا كثير أدوية ممكن تتخرب عن طريق المعدة، فلذلك الأنسولين المريض ليش بياخده كل عمره عن طريق الحقن؟ يعني لو كان مريض بحسن ياخذ الأنسولين فموي كان موضوعه كثير سهل، أما تصور مريض كل عمره خصوصا مثلا مريض التايب 1 دايابيتس السكر النمط الأول من الطفولة حتى مات يتم بده ياخذ الانسولين حقن، قديش بياخذ؟ الاف الحقن، عشرات الاف الحقن. سبب انه الانسولين بيتخرب بحموضة المعدة، فالمريض مضطر انه كل يوم ياخذ حقنتين او ثلاثة تحت الجلد. المشكلة الثالثة هي تعرض العبور الأول في الكبد. الدواء راح يمتص بالأمعاء يروح على الدوران البابي بعدين يعدي على الكبد، فهون مش الكبد راح يخرب قسم من الدواء. طبعا تختلف من دواء لتاني، ممكن يخرب 10%، ممكن يخرب 20%، ممكن يخرب 50% أو 90%. فكل دواء حسب الدواء، حسب الأنزيمات موجودة بالكبد تتعامل مع هذا النوع من الدواء، راح يتخرب قسم منه بالكبد. المشكلة الرابعة أنه المريض المسبوط ما ممكن أنا أعطيه علاج فموي. احيانا في عندنا مرضى بيتموا مسبوتين لفترات طويله، فهذا المريض ممكن يحتاج لعلاج خلال فترات طويله. اذا المريض عنده اقياءات ممكن اعطيه انا علاج فموي. المريض عنده مثلا التهاب معدي او معاه او عنده اي مرض فيه اقياءات ما هو بحسن استخدم الطريق الفموي، لازم استخدم الطريق الخلالي. الحالات الاسعافيه
طبعا الدواء الفموي تأثير راح يكون أبطأ من تأثير الدواء الخلالي، فلذلك ما بنستخدم إحنا بالحالات الإسعافية الأدوية الفموية. يعني افرض أجانا مريض عنده مثلا توقف قلب أو عنده حالة إسعافية، مريض مسبوط، فهو ما بقى في مجال للأدوية الفموية، لازم بقى نستخدم الطريق الخلالي. طبعا الأدوية الفموية مثل ما قلنا، بما أنه هي أشيع الأدوية وأكثر الأدوية، إذا تروح على الصيدلة تلاقي أغلب الأدوية عبارة عن أدوية فموية، شربات أو حبوب، أو حتى الحبوب الأنواع كثيرة. إن شاء الله بالعمل بيحكوا لكم عن الموضوع هذا، طلبت منهم يحكوا عن أنواع الأدوية وأشكالها، فما راح نعلق كثير على الموضوع هون. فالأدوية الفموية في منها أشكال كثير، في منها مثلا حبوب تكون مغلفة معوية. شو سبب مغلف معوي؟ إما أنه الدواء بيكون مخرج للمعدة بشدة، فلذلك يعطى دواء يتم تغليفه. طبعا هذا الشيء يعني مثل ما قلنا هذا بخص علم الصيدلي اكثر، يتم تغليفه عشان ما يعمل تخريش المعدي. او احيانا بعض الادويه ممكن تتاثر بالحموضه المعدية، فبيغلفوها بغلاف معوي يحميها من حموضه المعدي. في عندنا كمان ادويه مديده التحرر، بسموها اكس ار، هي اختصار اكس ار او اي ار، اكستندد ريليز. هاي بيتم تحرره على فترة طويلة. طبعا المريض كل ما كان عدد الحبات أقل، كل ما كان تعاونه معنا أكثر. يعني هلا في عندنا مرضى بيستخدموا الأدوية يعني كل عمرهم، بيقول لك مريضنا صار لي عم بيستخدم دواء الضغط 20 سنة، عم بيستخدم دواء السكر 30 سنة. فإحنا هون يفضل إنه نحاول نقلل عدد الحبات المريض اللي بيستخدمها. يعني المريض بيستخدم أوقات بيقول لك أنا يا دكتور بيستخدم باليوم 20 حبة بين منظمة السكر وخافض السكر والأسبرين ومضاد الكوليسترول ومثلا حاصرات بيتا، فبتلاقي المريض باليوم عم بيستخدم 20 حبه. فانا يوم بيستخدم المديد التحرر بخفضها مثلا من 20 حبه ل 8 حبات او 10 حبات، المريض رح يتعاون معي اكثر، رح يستخدم الدواء مثل ما انا بقول له اكثر. طيب شو هذا الطريق اللي بنستخدمه؟ مثل ما حكينا عنه الطريق البوكل، طريق تحت اللسان او البوكل. طبعا هذا الطريق نادر، ما هو مستخدم كثير، لانه اشيع دواء يستخدم عن طريق تحت اللسان هو نيتروغليسرين. وفي معلومه مهمه، انه من 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 دلائل انه الدواء فعال النيتروغليسرين لما يسوي لنا حرقه بالفم. اوقات مرضى بيشكوا بعد ما يستخدموا نيتروغليسرين انه عم يحسوا بحرقه بالفم، فهي دليل فعاليه هذا الدواء. طبعا شو ميزات هذا الطريق؟ ليش بنستخدمه؟ هذا الدواء اللي بيتم امتصاصه فورا مباشرة، ما بيحتاج لأنه يروح على الأمعاء لحتى يتم امتصاصه، وبعدين يعدي على الدوران البابي، بعدين على الكبد، بعدين على الدوران الدموي. هون بيمتص فورا بالشعيرات الدموية الموجودة بالمخاطية الموجودة بالفم، فبيصال فورا بسرعة. بتلاقي ذلك، بتلاقي مريض اللي عنده مثلا انجينا بيتوريس اللي هو الخناق الصدري، المريض اللي عنده تضيق بالشريان التاجي، لما بيشكل الم صدري شو بيسوي؟ فورا بيشيل حبه وبيحطها تحت لسانه. فهذا الدواء بعد 5 دقائق بيعطي تاثيره، سبب انه ما احتاج لكل هالطريق الطويل حتى يوصل الامعاء ويمتص ويعدي على الكبد بعدين الدوران. فورا عن طريق الشعيرات الدمويه تم امتصاصه ووصل على الدوران. الشغله الثانيه الجيده انه ما الدواء ما بيتاثر بحموضه المعده، بما انه ما راح يبتلع فما راح يعدي على المعده، ما راح يتخرب بالمعده. الامر الثالث انه ما في عندنا عبور اول بالحبوب، الدواء فورا عم بيمتص ومن الشعيرات الدمويه بيروح على الدوران الجهازي فورا. بس مثل ما قلنا مشكلته انه محدود بعض انواع الادويه، اشهر دواء هو نيتروغليسرين. طيب ننتقل للطريق الثاني، هو الطريق بنسميه البارنترال او الطريق الخلالي. طبعا طريق كمان كثير مشهور وكثير مستخدم. ليش بنستخدم الطريق الخلالي؟ يعني ببساطه في انواع من الادويه ما أنا موجوده بشكل فموي. في عندنا انواع من الادويه اما تخرب بالمعده او لا تمتص بالمعده، فممكن انه نضطر نستخدم الطريق الخلالي. او في عندنا ادويه احنا ما في عندنا مجال ننتظر الطريق الفموي. اذا اجاني مريض عن توقف قلب، هو شو بدي اعطيه؟ او مريض عنده بطء قلب شديد او عنده مثلا هبوط ضغط شديد، فهو ما بقى في مجال استخدم الطريق الفموي، لازم استخدم الطريق الخلالي يعطيني تاثير مباشره، تاثير سريع.
لا بينقسم لأشكال، الطريق نظير المعوي أو الخلالي، الحقن الوريدي، ثم عن طريق نسميه اي في حقن أو التسريب البطيء بنسميه اي في انفيوجن. فأنا لازم يكون كثير منتبه للدواء، إذا بنعطى اي في بالحقن يعني بنحقن خلال دقيقة أو تنتين أو 5 دقائق، أو لازم أحيانا في أدوية تعطى تسريب بطيء، يعني صحيح بيكون مكتوب عليه اي في بس هو بيقول لك لازم يعطى خلال نص ساعة أو خلال ساعة، فكثير بتفرق معنا. المريض اللي لازم ياخذ دواء بالتسريب البطيء اذا اعطيته اياه حقن وريدي المريض ممكن يصير عنده انهيار هيموديناميكي فورا، فده ما بصير اعطيه الا عن طريق تسريب بطيء. ممكن في بعض الادويه يمكن تحتاج ساعه تسريبها مثل ادويه السرطان او مثلا الفانكومايسين تحتاج على الاقل ساعه. طبعا انا كيف اعرف انه هذا الدواء لازم يتسرب خلال ساعه او نص ساعه؟ طبعا هذا الشيء احنا ما بندرسه بالفارماكولوجي الادويه السريه، هذا لازم نرجع الدليل الدوائي، بيكون مكتوب كل دواء قديش كيف طريقة استخدامه وقديش مدة تسريبه. طبعا الطريق الثاني اللي هو الحقن العضلي، كمان الحقن العضلي كثير شائع استخدامه، يعني بيجيك مريض مثلا في مرضى حتى لحاله بيصير بيستخدم الدواء، صار عنده ألم مثلا بالراس، صار عنده ألم بالأسنان، شو بيروح بجيب الديكلون بنضربه بالعضل، أو صار عنده مثلا حالة إنتانية بيروح بجيب مضاد حيوي بنضربه لحاله. طبعا هذا الشيء خطأ، هذا الدواء ما لازم يكون موجود اوفر ذا كاونتر. هاي الادويه ما في دواء حقن خلالي بينباع المفروض اوفر ذا كاونتر، بس مثل ما قلنا بلدنا بسبب العشوائيه الادويه بتنعطى بشكل المريض شو ما بده بياخذ. طبعا هاي الادويه الحقن العضلي اما عباره عن تكون صواغه مائيه تمتص بسرعه او بتكون امتصاص بطيء بسموه ديبوت. هلا ولنقل مثلا عندنا البنسلين، في عندنا الامبسلين يستخدم مثلا مرتين باليوم، هذا عباره عن بيكون سواغه مائي يمتص بسرعه. في عندنا البنسلين جي هو اللي تم تعديله بحيث يمتص ببطء، بسموه المرضى الابره المديدي، مثلا مريض عنده حمى رسويه بياخذ كل اسبوعين او كل 20 يوم ابره وحده، فبتم هاي الابره تاثيرها لمده 20 يوم تمنع الانتام بالعقديات. فهون بسبب امتصاص البطيء بسبب طريقة التعديل اللي تم إجراء عليها بتمتص بشكل بطيء وبتم تأثير فترة طويلة. الشكل الثالث من الحقن الخلالي هو الحقن تحت الجلد، طبعا هون بيتم الامتصاص عن طريق الانتشار، طبعا ما هو سريع مثل الطريق الوريدي ولا يعتمد عليه بشكل آمن مثل الطريق الوريدي، لأنه يعني أحيانا في مرضى مثلا بيجيك مريض عنده هبوط بالضغط، المريض داخل بصدمة، فالمريض الصدمة شو بصير عنده؟ بصير عنده تقبض بالأوعية المحيطية، لذلك رح يكون امتصاص الدواء ما مجيد أو ما مضمون. لكن معي كمان استخدامه شائع بالمشافي في أنواع محددة من الأدوية، مثلا المورفين ممكن نستخدمه بالمشفى، أو حتى الهبارين أو أشيع دواء يستخدم تحت الجلد. شو هو الأنسولين، بيستخدم المريض بالبيت، حتى مريض السكري ما بيروح على المشفى مشان ياخذ ابره الانسولين. طبعا بعض المرضى اول ما بيستخدموا الانسولين جزء اول يومين او اول اسبوع بما يتعلم على الانسولين بيروح على المشفى بياخذه، وبعدين بصير بيتعلم لحاله استخدام الدواء تحت الجلد. لأ نحكي شوي بشكل مفصل اكثر عن الحقن الوريدي. اول ميزه لهذا الطريق انه التوافر الحيوي كامل، يعني الدواء ما راح يعدي على الكبد، انا حقنته بالوريد وراح فورا على الدوران الجهازي، فما مر على الكبد ما تم تخريب شيء منه نهائيا، نسميه العبور الاول بالكبد. اول ما الدواء لما الدواء بنعطيه عن طريق الهضمه اول شيء بيعدي على الكبد فبيتم تخريب قسم منه، اما الحقن الوريدي فورا بيعدي على دوران الجهاز ما بيتم تخريب اي شيء منه. طيب الحقن الوريدي كمان ممكن نعطي احنا محاليل ذات حجم كبير، يعني بيجينا مريض مثلا عنده صدمه او مريض عنده التهاب بنكرياس او مريض عنده صدمه انتاني، ممكن نعطيه حجم كثير كبير، نعطيه لتر او اثنين او ثلاثه او خمسه، حتى في بعض المرضى ممكن ياخذوا 10 لتر باليوم المحاليل الوريدي. مثلا مريض اجانا عنده اقياءات، عنده اسهالات شديده مثل مريض الكوليرا. هلا مريض الكوليرا ليش كانوا يموتوا من قديم؟ بسبب انه كان يصير عندهم اسهالات شديده، يصير عندهم جفاف شديد، وما في قدره انه ياخذوا يعني المحاليل عن طريق الفموي بشكل كافي. اما حاليا هلا مريض الكوليرا ما لازم يموت، لان احنا قديش ما صار عنده اسهال انا بعوضه له اياه عن طريق الوريد، ممكن اعطي كميات كثير كبيره.
طبعا الميزة الثالثة انه ممكن انا اعطي مواد مخرشة، ممكن اعطيه عن طريق العضل، اذا كان عن طريق العضل المريض راح يشكي من الم شديد كثير، او تحت الجلد كمان راح يكون عنده الم شديد كثير، بينما عن طريق الوريد ما راح يصير عنده الم هذا المريض. الميزة الاخرى انه هو عبارة عن طريق اسعافي وسريع، يعني اذا جاني مريض بحالة صدمة وانهيار هيموديناميكي، او مريض صار عنده تحسس، او مريض توقف قلب، فهذا فينا اعطيه دواء الادرينالين او اي دواء ثاني بشكل سريع. ممكن اعطيه مثلا كورتيزون مريض متحسس بعطيه بالوريد. ايوه هي طبعا سرعة الحقن تختلف حسب طبيعة المادة الدوائية، بتختلف من نوع دواء لنوع دواء. أنا لازم كيف بعرف إنه هذا الدواء لازم ينحقن بشكل سريع أو بطيء؟ هذا برجع للدليل الدوائي عشان أعرف مدة حقن هذا الدواء. لا، طريق الدوائي فيه له أخطار مشاكل. شو هي أخطاره؟ الوريدة، أول شيء ممكن يعمل صمي، طبعا هي مانا شائعة كثير، في بعض الأدوية ممكن ما استطعت عن طريق الوريد وراح أعطوه عن طريق الوريد ممكن يسبب صمي. المشكلة الثانية هي موضوع النكروزز، في أنواع من الأدوية خصوصي أدوية السرطان إذا تسربت صار في تسرب خارج الوريد، طبعا هذا الشيء شائع إنه يصير تسرب خارج الوريد. مريض مثلا عنده الوريد مفتوح من فترة طويلة، أو فتحنا وريد وما كان الفتح بشكل صحيح، فرح يصير عنده تسريب خارج الوريد، ممكن يكون الدواء خطير يعمل تنخر في منطقة التسرب. طبعا مشكلة الأدوية الوريدية ممكن تعملها ارتكاسات تحسسية، سواء أنه صار تحسس مثل البنسلين، مريض إحنا ما سوينا له اختبار تحسس أما نعطي البنسلين، فبصير عنده ارتكاس تحسسي شديد. لكن طبعا حتى البنسلين يعني حتى لو اعطيته عن طريق الفم اذا كان مريض عنده تحسس راح يكون الارتكاس سريع، او في احيانا ارتكاسات حرورية، يعني احيانا المريض بيكون ما عنده شيء تجي تحط له سيروم، السيروم هو مصنع بجوز يكون بطريقة سيئة ما هو عن طريق من شركة جيدة، فبصير المريض السيروم بيكون فيه شوائب، فبعد شوي المريض شو ببلش بصير عنده عروقات وعنده حرارة، هاي بتكون احنا بنعزيها لوجود شوائب بالسيروم. او احيانا اذا كانت المشاكل الانتانيه، احيانا مثلا مرضى العنايه بيحطوا لهم قسطره وريدي مركزي، والقسطره بتتم احتمال يوم او اثنين او اسبوع او شهر حتى، فاحتمال كبير يصير عنده انتان المريض بهاي القسطره. فانا لما بيجيني مريض مركب قسطره مركزي، مثلا مريض قصور كلوي او مريض بالعنايه صار عنده انتان، اول شيء شو بفكر؟ فكر انتان سببه القسطره، وإذا كنت متأكد من القسطرة هي السبب فأكيد لازم أنزع القسطرة وأودي المكانة. القسطرة طبعا نحكي القسطرة المركزية. لا، طريق الشريان هو عبارة عن طريق نادر جدا استخدامه، يستخدم لطرق لأنواع محددة، أنا ما بجيب بفتح شريان وبعطي فيه دواء. لكن أحيانا ما بيساوي قسطرة مثلا الشريان التاجي، أو مريض عنده قسطرة السداد مثلا شريان محيطي وسوي له قسطرة ممكن يحقنه مادة ظليلة، أو يحقنه حتى مضاد تخثر، أو يحقنه حالات خسرة في هذا الشريان. طبعا هذا نادر، وهذا خاص بمرضى الأثناء التداخل الانفيزيف بنسميه. طيب نحكي شوي عن الحقن العضلي. طبعا الامتصاص سريع تقريبا يحتاج من 10 دقائق لنص ساعة، بيختلف من دولة تانية، لكن وسطيا 10 دقائق حتى نص ساعة بيصير الامتصاص. مثل ما قلنا في عنا صباغات مائية سريعة أو ديبوت بطيئة. هلا إذا مريض عم ياخذ مضاد تخثر، طبعا مو الأسبرين اللي هو مضاد صفراء الصفيحات، وإنما مضاد تخثر، مثلا مريض عم ياخذ وارفارين أو عم ياخذ هيبارين، هذا المريض ما لازم نعطيه حقن عضلي، يعني كثير لازم ننتبه. أنا كتبت لمريض، أجاني مريض عنده مثلا التهاب قصبات، عنده ذات رئة، كتبت له على أبر روسيف، فلازم أسأله شو عم تاخذ أدوية؟ إذا وجد بين أدويته عم ياخذ وافرين فلازم هون نوقف، إما استبدل حقن عضلي بشيء ثاني، أعطيه حبوب فموي أو أعطيه بالطريق الوريدي، لكن ما لازم أعطيه مضاد حقن عضلي إذا عم ياخذ مضاد تخثر، لأنه يعني شو راح يصير عنده؟ راح يصير عنده نزف مكان الحقنة، وراح يصير عنده تورم دموي. طبعا مشكلته الحقن العضلي هو الألم،
طبعا احنا كاطباء بجوز بعد فتره بيسالنا، ما بقى كثير بنحس بهذا الموضوع، لكن في كثير مرضى يعني بخافوا من جاي على الطبيب، خوفا ما يكتب له حقني. طبعا حقني ما لازم يتجاوز حجم الماده المحقونه 10 ملي. اذا دواء بيحتاج لتمديد اكثر من 10 ملي فهون لازم اعطيه عن طريق الوريد. طبعا طريقه الحقن العضلي لازم تكون بشكل عمودي. طبعا هاي يعني ممكن تكون هي تمريضيه اكثر، لكن لازم احنا كاطباء يكون عندنا اطلاع عليها. مثل ما شايفين هاي هي الفتحة اللي بتسببها الحقنة العضلية بالجلد عند المريض. طبعا احنا حاليا الحقن يعني ممكن تكون ما أنا مؤلمة كثير مثل الحقن القديمة، أول ما اخترعوا الحقن كانت هاد هو الحقن تستخدم، عاد استخدامه يغلوا عبارة عن حقن معدني يعيدوا استخدامه، حتى شايفين الرأس بيعيدوا استخدامه. هم مثل ما أنا شايفين يعني الحقن العضلي مؤلمة، احنا بجوز ما نحس بالمرضى. يعني شايفين هذا الحيوان هذا الكلب، يعني ما حد حكى له ان الابره مؤلمه، هو لحاله اكتشف ان الابره مؤلمه. هذا كمان شايفين شلون حس بالالم وعم يشكي امره الى الله، هذا نفس الشيء. فهي الحيوانات ما حد حكى لها، ما حد يخوفها لما كانت صغيره انه انا والله بدي اشكك ابري، هو لحاله اكتشف انه فعلا موضوع الحقن عباره عن موضوع مؤلم، بيختلف طبعا حسب الماده الدوائيه. فإحنا كأطباء يعني لازم نرحم المرضى، يعني إذا المريض ممكن نعالجه أنه بعلاج فموي ما لازم أعطيه حقنة عضلية. يعني أول شيء أنا بسبب له ألم ما بحاجة له، عم بعرضه لأنتانات، عم بعرضه أحيانا لبصير خراجات مكان الحقنة، عم بكلفه كمان الأدوية. مثل ما قلنا الأدوية الحقن الخلالي بتكون مكلفة أكثر من الأدوية اللي تستخدم فمويا. طيب نحكي شوي عن الحقن تحت الجلد. الامتصاص هو أبطأ من الحقن الوريدي أو العضلي، وما هو مضمون أو ما هو طريق موثوق. الحقن تحت الجلد كمان مؤلم، ممكن يكون مخرج كمان المادة، ما لازم ما تتجاوز 2 ملي، ما فيني أعطي تحت الجلد أكثر من 2 ملي. مثل ما أنا بالحقن العضلي ممكن أعطي 10 ملي، بالحقن الوريدي بعطي قديش ما بدي كميات لترات من السوائل، بينما تحت الجلد بعطي فقط 2 ملي كل مرة. طبعا هي عباره عن خطوره اقل انه تحدث انه انحلال دم بعض الأدوية، ممكن تاني اذا اعطيت الوريد ممكن تسبب لنا انحلال دم او تعمل خسار او تعمل الم. لا في عندي موضوع كثير مهم، انا يعني بعطي الدواء في البطن او جنب العضلات. طبعا اعطاء الدواء في تحت الجلد في البطن هو افضل، سبب انه بالبطن غالبا بيكون في عندنا خصوصا عند الاشخاص يعني اللي صحتهم جيده بيكون عنده كميه الدهون جيده. طبعا الحقن تحت الجلد غالبا احنا الدواء بيكون ذواب بالدهون، ذواب بالدسم، فانا عندي بالبطن كميه جيده من الدهون. اما يوم بعطي الدواء قرب العضلات احيانا الممرض يعني ما بيكون عنده خبره، ممكن يوصل الدواء للعضلي، ممكن يعمل لنا مشاكل هون بالعضلي، احيانا ممكن يعمل الم، ممكن يعمل نزف، ممكن يعمل لنا مشاكل. بس مو هذا المهم، المهم انه يوم بعطي الدواء انا قرب العضلات لازم اعرف انه الامتصاص راح يكون اسرع. شو السبب؟ مثل ما قلنا الموضوع بيعتمد على الدوران. انا يوم بعطي المريض دواء قرب العضلات ومريض مثلا راح عمل رياضه او اشتغل، شو بصير عنده؟ بصير عنده الدوران اسرع في هاي المنطقه، العضلات اللي عم يستخدمها المريض، فشو بصير؟ بصير امتصاص اسرع. احيانا كان يجيني المرضى بيحكوا لي انه انا يعني باخذ الانسولين وما بصير عندي شيء، اما اذا اخذت الانسولين مثلا بالايد او بالرجل وطلعت على الشغل او طلعت عملت رياضه بصير عندي هبوط سكر. بس ده هو عم يشتغل او عم يساوي رياضه بينزل سكر واحتمال حتى يوصل لدرجه انه فقد الوعي. فهون بنوجه انه لا بقى استخدم الانسولين قرب العضلات، استخدمه بالبطن وحاول ما تعمل يعني جهد بعد اعطاء جهد كبير بعد ما تاخذ الانسولين، لانه راح يصير امتصاص سريع للانسولين بهالحاله. هلا الحقن تحت الجلد لما يكون المريض عنده صدمة ما قلنا ما يعتبر طريق مضمون، لأنه راح يصير عنده تقبض وعائم محيطي وما راح يمتص الدواء بشكل جيد. فلذلك إذا عندي صدمة فضل استخدم فقط الطريق الوريدي. هلا شو هي أشهر الأدوية المستخدمة تحت الجلد؟ مثل ما قلنا الأنسولين هو أشهر دواء، الهيبارين بالمشافي، المورفين أو البيتيدين. في عنا طرق أخرى، استنشاق الفموي نستخدمها بأدوية الصدري خصوصا البخاخات الموسعه على القصبات، بتأمننا وصول سريع للدواء، يعني انه مباشره عم حط الدواء على القصبات،
مثل أن الأدوية الأمراض التنفسية وبالتخدير كمان ممكن يستخدموا الأدوية الاستنشاقية. ميزة أنه تتجنب العبور الأول في الكبد، هي عبارة مثل الدواء اللي بينعطى عن طريق الوريد، هو نوصل فورا على مكان استخدامه على القصبات. في عندنا كمان استنشاق الأنفي، استنشاق الأنفي ممكن يستخدم بأحد طريق هدفين، إما عشان أسر الموضوعية، مريض عنده رشح وفي عنده احتقان، بعض المواد احتقان موضعي بالأنف، ممكن اعطي مضاد احتقان او ممكن اعطي دواء استنشاق انفي لكن له تاثير جهازي. في عندنا دواء واحد يعني هو اشهر دواء اللي اسمه بريسين، يستخدم عند المرضى في البيل التافهه. هذا الدواء يستخدم فقط عن طريق الاستنشاق الانفي، طبعا هذا نادر جدا ما كثير مهم لنا. في عندنا طرق اخرى نادره، هي داخل القراب انتراثيكال، طبعا نادره جدا هاي الحالات. لهي الادويه ما تحسن تعبر الحاجز الدماغي الدموي مسمي بلاد برين بارير، ممكن يستخدمه يتم حقنه داخل القراب، او ممكن ان استخدم الدواء موضعيا اما على شكل كريمات مرهم على الجلد او اغشي المخاطي. اغشي المخاطي موجوده مثلا بالعين بالفم في المهبل، ففي عندنا كثير استخدامات موضعيه للادويه في الشرج. في عندنا الاستخدام اللصاقات، عندنا اشهر دوايين يستخدموا كلصاقات، لصاقة تستخدم على الجلد اما عن طريق دواء النيتروغليسيرين، تلاقي مريض مثلا القلب بيستخدم نيتروغليسيرين، بيحط لصاقة لمدة 16 ساعة وبيشيلها بعدين، او مرضى المدمنين المدخنين كمان ممكن يستخدموا لصاقات النيكوتين. في انواع ثانية من اللصاقات كمان، بعض المسكنات بيستخدموا مرضى السرطان كمان يستخدم على شكل لصاقات. الحقن للتأثير الموضعي، مثلا ممكن استخدم انا دواء احقنه موضعيا، مثلا مخدر موضعي، او ممكن انا اعطي بالدواء بالمفصل، فانا هون عم بستخدم الدواء بعطيه مباشرة مكان المطلوب والمستهدف. لا، الطريق الاخر هو طريق عبر الشرج، عبارة عن طريق حقيقة مستخدم بشكل واسع خصوصا عند الاطفال. عند الأطفال شو السبب؟ سبب إن الطفل يعني أحياناً خصوصاً صغيرين بالعمر، العمر السنة أو السنتين، كثير بصيب البيوت، مثلاً عند أمهات فاق بالليل سخنان، شو بتساوي؟ شيء بتعطيه، بتحط له تحميل سيتامول مثلاً أو تحميل ديكلوفيناك. لأني لو أعطيته المريض للطفل عن طريق الفم، هلا السيتامول معروف إنه طعمه سيء جداً. خصوصاً إذا كان من شركة مثلاً مانا عالمية، مانا شركة محترمة عملت له منكهات. فبيكون طعمه مر جدا، الطفل ما راح يحب هالدواء هذا، ما راح يتقبله. فاذا اعطوه عن طريق الفم، فهون بيستخدم عن طريق الشرج. طبعا له ميزه انه سرعه بدء التاثير، يعني فورا بتشوف الطفل عنده حراره، ومجرد ما اعطوه التحميل السيتامول تحميل ديكلوفيناك بعد ربع ساعه نص ساعه بلشت تنزل حرارته. فهي تعتبر ميزه جيده انه بسرعه بدء التاثير. الميزة الثانية انه ما بيتخرب عن طريق حموضة المعدة، بيمتص فورا بدون ما يعدي على المعدة، وقسم منه ما بيعدي على العبور الاول في الكبد. مثل ما نعرف انه عندنا بالشرج في عندنا مفاغرة، ف 50% تقريبا من الدواء ما بيمر على الكبد، بيروح فورا على الدوران الجهازي. ممكن نستخدم هذا الدواء عند الاقياء، مريض عنده اقياء شديد، مجرد ما اعطيته الدواء فموي ببلش بيتقيأ، فانا شو راح اسوي هون؟ راح اعطيه عن طريق، ممكن استخدم عبر الشرج. مريض فاقد للوعي، مريض في حالة كوما، مريض أي حالة سببت فقد الوعي، ممكن أنا مثلا ما عندي هلا خارج المشفى ما عندي قدرة إنه أعطيه الدواء عن طريق أفتح الوريد أو أعطيه من شكل خلالي، فممكن أستخدم التحاميل. أتمنى الأطفال أشياء استخدامه عند الأطفال عبر الشرج. مساوئ الطريق عبر الشرج، أول شيء الامتصاص مانو كامل، مانو منتظم. إذا مريض عنده إسهالات أو عنده مشاكل تانية ممكن الامتصاص ما هو مضمون، ممكن الجرعة ما تكون تمتص بالشكل أنا المطلوب أو اللي بدي إياه. أحيانا بيسوي تخريش، في أنواع أدوية ممكن تعمل تخريش موضعي والمريض يتضايق منه ما بقى يستخدم الدواء. في مرضى ما بيقدروا يستخدموا هذا الدواء كمان، يعني أنا والله بتكتب للمريض أدوية وبيروح على الصيدلي بلاقي إنه في من ضمنه تحاميل، وأنت ما قلت له أنا كتبت لك على تحاميل، فشو المريض بيقول للصيدلي خلاص أنا ما بدي هذا الدواء، أو بجوز يشتري وما يستخدمه. فأنا يوم بكتب للمريض تحاميل لازم المريض أنا كاتب لك تحاميل،
عشان يعرف انه هذا الدواء لازم يستخدم التحاميل. احتمال يرفض يقول لك انا ما بقبل، ليش ما بقول لك انا ما بقبل استخدم هذا الدواء عن طريق تحاميل، اما اكتب لي دواء ثاني او ما بدي هدا. ما بدي الدواء من عندك. طيب في عنا طرق اخرى نادره، الحقن داخل العظم هذا يستخدم حصرا عند الاطفال، احيانا الاطفال خصوصا الصغيرين بالعمر تلاقي عم نحاول نفتح الوريد وما عم نحسن، احيانا المريض بيكون بحاله خطره الطفل، هو ممكن يلجأوا اطباء الاطفال انه انا ما بحسن افتح وريد، ممكن يعطوا الدواء داخل العظم، بيستخدموا قسطره تكون تخينه وبيعطوا الدواء بيفتحوا بيركبوا القسطرة داخل العظم، وهذا الطريق سريع جدا يعادل طريق الوريدة، لكن نستخدمه احنا فقط ريثما نحسن نفتح وريد، مجرد ما فتحنا وريد خلاص بنوقف داخل العظم بنتحول الطريق الوريدة. طبعا احنا هون مثل ما شايفين الصورة عندنا الدواء لما بنعطيه عضلة كيف لازم يكون الحقن بشكل عمودي عشان يوصل للعضلة هون، أما يوم نعطيه تحت الجلد فنعطيه بدرجة 45 بشكل مائل. هلأ شو بفرق تركيز الدواء يوم بعطيه عن طريق الـ IV الوريدي عن طريق الأورال؟ يوم بعطيه IV شايفين ببلش بالتركيز العظمي 100% بعدين بصير بينزل. ليش عم بينزل؟ لأن أما الدواء هلأ بلش بالانتشار، بلش يتوزع بالجسم أو بلش يستقرب، فأنا بلشت أعطيت الجرعة كم مثلا حقنت المريض حقني نقول مثلا 1 جرام روسيف، هون بعد لما أعطيت الدواء بلشت بأعلى تركيز وبلش الدواء يتوزع وينتشر حتى يوصل بعد مثلا على زمن معين للصفر، حتى الدواء الجسم يستقبل الدواء أو يطرحه بشكل كامل. إذا ما أعطيت أنا الدواء عن طريق الأورال أو عن طريق الحقن العضلي ببلش من الصفر، بعدين الجسم بصير بيمتصه لحتى يرتفع للتركيز العظمي، بعدين شو ببلش؟ إذا ما أعطيت جرعة ثانية ببلش يرجع ينزل حتى يوصل للصفر بعد عدد معين من الساعات، تختلف من دواء لدواء ثاني. فإذا الدواء الآي في ببلش من تركيز 100% بينزل، أما الأورال أو السبكوتانيوس أو الآي إم بيكون صفر ببلش يرتفع بعدين بينزل. طبعا ما حكينا عن طرق اخرى هي استخدام موضعي كريمات او حقن او قطرات. فانا اذا مثلا مريض عندي جاني عنده التهاب والنقل بالجفن، فاحسن ما اعطيه مضاد حيوي فموي او مضاد حيوي عن طريق الابر ويعمل لي تاثيرات بكل الجسم، لا بعطيه ابره، بعطيه قطره تستخدم على العين وعالج الالتهاب الموجود بالعين وانتهى الموضوع. اتفقنا عبر الجلد والساقات استنشاق الفموي دول حكينا هون. فأنا اليوم بعطي المريض الدواء، ولنقل أعطيت المريض بخاخ، أنا كطبيب صدري أجاني مريض عنده ربو، أعطيته بخاخ. لازم أعلم المريض كيف طريقة استخدام البخاخ، ما أعتمد على الصيدلي، الصيدلي احتمال ما يعطي المريض الطريقة الصحيحة. والمريض بياخذ دواء بيقول شو بيقول؟ إنه رحت على الدكتور فلان وأعطاني دواء ما استفدت عليه. أو مو بس هيك، يعني المريض إحنا يعني أماني لازم إنه يعني نعطي الدواء ونشرح له استخدامه. المريض إذا ما استخدم البخاخ بالطريقة الصح، بالذات البخاخ البخاخات الربو ما راح يستفيد منه شيء. في طريقه معينه راح تاخذوها بالصدري لاحقا، شلون طريقه نعلم المريض شلون يستخدم البخاخ بالطريقه الصحيحه عشان يوصل للقصبات ما يتم بس بالفم. هلا بتمنى شايفين هي كمان بخاخات، يعني اذا تعطي المريض هذا نسميه البخاخ الجاف، اذا تعطيه المريض ما راح يعرف شلون يستخدمه اذا ما فهمته شلون استخدمه قدامك. لازم تقول المريض تشرح له استخدامه وبعدين تعطيه له سخود استخدم الدواء قدامي. اذا ما علمته الا مثلا البخاخ فيه 60 بخاخ، هذا دواء غالي جدا، هذا بنسميه سيريتايد، يعني تقريبا كان يمكن 40 دولار البخاخ الواحد فيه 60 بخاخ. تعطيه للمريض وتعلم استخدامه، بيجيك ثاني يوم مخلص البخاخ بيقول لك يا دكتور والله انا ما اعرف استخدمه، روح الطقات 60 طقه على الفاضي ورا بعض وما استخدم الدواء الصح. وانا لازم اعلم المريض شلون يستخدمه ويستخدم الدواء قدامي كمان. مثل هذا مثلا احيانا ممكن مريض الربو نصف في حجه ازمه، خصوصا المرضى اللي ما بيعرف يستخدم البخاخ او مريض الطفل، لازم المريض لازم تروح تشتري حجره ازمه ويعلمه شلون استخدمه ويستخدمه قدامي كمان. هون مثلا ادوية بحاجه طرق خاصه، مثلا مريض هذا كمان الربو جهاز الارزاز
هلا هون ناخذ هيك فكره شوي عن البخاخ الربو. بخاخ الربو فيه هاي بسميه الكينستر العلبي، فيه الدواء وفيه الغاز الدافع. بتمنى شايفين الدواء هذا يوم بخينا ليش هيك انطلق بهالشكل هذا القوي جدا، لاني في عنده غاز دافع بيحمل الدواء. فالمريض لازم قبل ما يستخدم الدواء شو قله لما يستخدم البخاخ، ولازم ترج الدواء، لازم ترج البخاخه، عشان شو يصير عنده اختلاط بين الدواء والغاز الحامل اللي راح يدفع الدواء وصل للرئتين. اذا ما اختلط مزبوط الغاز الدافع مع الدواء ما راح يوصل للرئتين، ممكن يبقى بس يوصل بس للفم او فقط للبلعوم. هذا الحقن بتمنى شايفين حقن بالمفصل، يعني اذا عندي التهاب او مشكله بالمفصل تنكسي ممكن اعطي دواء بالمفصل وانتهى الموضوع. هذا بخاخ انفي كمان لازم على المريض شلون استخدامه. مثلا مريض عنده رشح ممكن اعطيه بخاخ انفي عباره عن مثلا سيروم فيزيولوجي بس مجرد لترطيب الانف وغسيله، او ممكن اعطيه مضاد احتقان موضعي كمان. هم مثل ما حكينا عن طريق الحقن بالانتراثيكال اذا مريض مثلا بنستخدم دواء، طبعا هذا نادر جدا ما بنلجأ له. ممكن بالمشفى مثلا مريض عنده بحاجه ياخذ، مثلا مريض عنده لوكيميا بالدماغ مثلا ميثوتريكسات ما بيعبوا الحاجز الوعي الدماغي، بيروحوا بيعطوه بالانتراثيكال بهالمجال هذا، بس هذا طبعا استخدام نادر جدا ما بيهمنا. هاي اللصاقات هي عباره عن فيها مثل مثلا ديبو او مخزن بيتم تحرر الدواء منه وامتصاصه عن طريق الطبقه هي بالجسم بالجلد. لأنه يوم بيجيني مريض أنا كيف قرر إنه هذا المريض لازم أعطيه فموي أو أعطيه عضلي أو أعطيه حقني مثلا شرجي أو مثلا أعطيه موضعي؟ في أسس لاختيار طريقة العطاء. أول شيء عوامل تتعلق بالدواء، يعني في عندي أدوية ما أنا موجودة فموي، مثل ما إحنا أول شيء نفضل نستخدم الدواء فموي. طب إذا الدواء ما في منه فموي شو بساوي؟ بعطيه معناته بالطريقة الثانية، بالطريق الخلالي أو بالطريق الموضعي. عوامل متعلق بحالة المريض الصحي، مثلا إذا عندي مريض بحالة صحية سيئة جدا، مريض مثلا داخل بحالة كوما، عنده انهيار هيموديناميكي، هذا المريض أكيد أنا ما راح أنتظر حتى أعطيه الدواء الفموي، راح بلش بالأدوية الوريدية فورا أو الأدوية الخلالية. في عندنا عوامل متفرقة كمان نحكي عنها لاحقا، مثل ما عندنا عوامل متعلق مثلا بالدواء، الشكل الصدري المتوافر، يعني إذا مثل ما قلنا دواء أنا ما عندي غير فموي أو ما عندي غير عضلي فرح أستخدم الشكل المتوافر منه. أحيانا خصائص الدواء الفارماكولوجي الفارماكوديناميكي عفوا، مثلا أنا بعرف إنه دواء إذا أعطيته عن طريق الفم رح يستقلب بشكل كامل، أو عفوا هون فارماكوديناميك عم نحكي، فارماكوديناميك اللي هو تأثير الدواء وليس حرقه، تأثير الدواء. مثلا عندي دواء يستخدم مريض، مثلا مريض راح عن طبيب عيني بده يفحص له العيون، فشو بيسوي؟ بيعطيه قطرة موسعة عيني، مثلا قطرة أتروبين أو أتروبين ما عاد نستخدمه، في عندنا قطرات أخرى أفضل. أو مثلا مريض عنده ارتفاع بالضغط داخل العين، فأنا شو بسوي؟ بدي أعطي دواء يخفف الضغط داخل العين، فشو بيستخدم؟ هون بيستخدم غالبا بشكل موضعي بيستخدمه، ما بيستخدمه بشكل جهازي لأنه رح يعمل لنا آثار جانبية كثير، فأنا بستخدمه هون بيكفيني إنه استخدمه موضعيا. أو مثلا بدي أستخدم أعطي مريض مخدر موضعي، فلا بكفي انه استخدمه موضعيا بهالحاله. ثبات الدواء مثل ما قلنا في عندنا ادويه بتتخرب بالوسط الهضمي، فما راح استخدم الطريق الهضمي. مثل ما قلنا اهم دواء هو الانسولين، بيتخرب الطريق الهضمي فما راح اعطيه انا غير عن طريق حقن. خصائص فارماكولوجي فارماكوكينيتيك هون لازم تكون. مثلا دواء ما يمتص عن طريق الامعاء فأنا ما فيني أعطيه فموي، أو دواء لو مر على الكبد العبور أول راح يتخرب بشكل كامل فما فيني أعطيه فموي، لازم أعطيهم بالحقن الخلالي. في عندنا عوامل علاقة بالمريض وحالته الصحية، مثل ما قلنا مثلا مريض عنده حالة إسعافية، مريض توقف قلب، مريض عنده صدمة تحسسية، فهذا بده علاج سريع. العلاج السريع عبارة عن لازم يكون خلالي أكيد. أو المريض إنه سوء استعمال الدواء وتقبل المريض لهذا الطريق، مثل ما قلنا مثلا الطريق الفموي سهل استخدامه المريض بيتقبله،
او اذا مريض انت والله بيعطيك سبوزاتوري اللي هي التحاميل، المريض بيقول لك انا ما بهذا الطريق، فلازم انا استخدم الطريق المريض اللي بيقبل فيه. احيانا في عندنا حالات بدها مراقبه دقيقه، فهون غالبا بنستخدم الادويه الحقن، بتكون غالبا في المشافي. يعني مثلا مريض في عنده تسرع قلب حاد، فانا بحط المريض في المشفى مثلا بالعنايه، بحطه على المونيتور، وممكن يحتاج انه او مثلا في عندنا ولنقل دواء مضاد اختلاج اللي هو الفينتوئين، هذا ما بيعمل، هو مضاد اختلاج لكن بيعمل اثار على العضلي القلبي، ممكن يعمل لنا بطء قلب. هذا بيوم بعطيه، شلون بعطيه المريض؟ بحط المريض بالعنايه، بحط له مونيتور، وبراقب سرعه القلب اثناء تسريب هذا الدواء. الحاله نفس المريض، اوقات مثلا نقول في عند مريض نفسه اذا اعطيته حبوب احتمال ان المريض يستخدمه بقصد الانتحار، او ما يستخدم دواء، يقول لك والله انا ماني مريض، ليش تعطوني دواء؟ فهذا المريض يمكن انه نعطيه ادويه بالحقن الخلالي، غالبا حقن عضلي بيعطوه. او الحاله الصحيه العامه، المريض مثلا بحاله صحيه سيئه جدا ودخلناه على العنايه، فهذا ما راح نعطيه فموي، حتى لو كان في متوافق من هذا الدواء اشكال فموي، ما راح اعطيه انا الشكل الفموي، راح اعطيه الشكل الخلالي. أو إذا عنده مثلا مريض حالات مرضية خاصة ومرافقة ويحتاج لأدوية كثير، فهو بنلجأ غالبا الأدوية بالمشفى، نعطي الأدوية الخلالية. أو توضع المرض، أكيد إذا المرض ممكن نعطي دواء موضعي، مثل ما أن مثلا مريض عنده التهاب بجفن العين ممكن أعطيه فقط قطرة موضعية، أو مثلا مريض عنده رو بعطيه، ممكن أحيانا أعطيه فقط بخاخ ويمشي حال المريض، ما في داعي أعطيه أدوية جهازية. في عوامل متفرقة، مثلا تداخلات الدواء مع أدوية مشاركة، يعني في احيانا ادويه بتتداخل في الامتصاص مع ادويه ثانيه، فانا لازم ما اعطي هاي الادويه مع بعض. حتى احيانا بيقول لك في ادويه ما لازم تعطيها بنفس الوريد، ولنقول مثلا الكالسيوم مع الادرينالين بيترسبوا مع بعض، فلازم اعطي المريض، افتح المريض قسطره وريديه ثانيه، واعطي بكل دواء، كل دواء بقسطره مختلفه عن الثاني. وفي عندنا احيانا امور تحتاج لاشخاص مختصين، ولنقل حقن بداخل القراب او الحقن بالمفصل، انا ممكن المكان موجود عندي شخص ممكن يعطي داخل القراب او يعطي ابره داخل المفصل، فهو لازم يكون عندي شخص مختص عشان اعطاه هذا الطريق. الشغله الثالثه موضوع الناحيه الاقتصاديه، مثل ما قلنا الادويه الحقن الخلالي غالبا بتكون ادويه غاليه ومكلفه. هلا بنستعرض شوي بعض انواع الادويه وسرعه بدء التاثير. اسرع شيء هو الحقن الوريدي 30 حتى 60 ثانيه، بيعادلوا الحقن ضمن العظم، شايفين نفس البدي 30 حتى 60 ثانية. أنا بعطي المريض مثل ما أن هذا الطفل المحسن تفتح الوريد، بروح بعطيه الدواء ضمن العظم. ضمن الرغامة كمان طريق سريع جدا من 2 ل 3 دقائق. أحيانا بيجينا مرضى ولنقل إحنا بالإسعاف وأجانا مريض توقف قلب، فما حسنا نفتح الوريد، المريض مثلا توقف قلب وما عندي وقت انا عشان انتظر فتح الوريد، شو بسوي؟ فورا بيعملوا تنبيب رغامه وبلش بحقن الدواء بالادرينالين، بحقنه بالرغامه، حل الادرينالين مثلا ب 10 ملي سيروم ملحي وبحقنه من الرغامه، وتاثيره جدا سريع، يعني بيجي بعد الحقن الوريدي. استنشاق نفس الشيء، بعض ادويه الربو والاستنشاق الارزاز نفس مده التاثير 2 حتى 3 ثواني بلش تاثيره. تحت اللسان كانت مع انه طريق سريع لانه فورا امتصاص عن طريق الشعيرات الدمويه 3 حتى 5 دقائق، فبتلاقي مريض الخناق الصدري بياخذ الحبايه بعد 5 دقائق او 3 دقائق ببلش بيرتاح، بخف الالم الصدري عنده. الحقن العضلي من 10 لحتى 20 دقيقه، واحيانا ممكن توصل حتى 30 دقيقه. يعني مثلا اجاني مريض عنده صداع شديد، عنده الم ولنقل بالضرس شديد، أعطيت ابري ديكلوفيناك ولنقل، بدي اعرف انا بعد قديش راح تبلش تاثير، حتى اعرف انه المريض ما كفيت هاي الابري لازم اعطيه ابري ثاني. فلا تختلف طبعا من دواء لدواء ثاني، هذا بنلاقيه موجود بالدليل الدوائي انه هذا الدواء راح يبلش تاثيره بعد 10 دقائق، بعد 20 دقيقه، بعد نص ساعه. فانا مثلا اجاني مريض قولنج كلوي اعطيته ديكلوفيناك وبعد نص ساعه المريض لا زال عم يشكي من الم شديد جدا، فانا بتوقع المريض معناته بحاجه انه اعطيه ممكن حقنة مورفين أو بيتادين أو شيء ثاني، إنه هذا الديكلوفينات ما كان كافي لتسكين ألم المريض. حقن تحت الجلد بيختلف من 15 حتى 30 دقيقة.
طبعا بيختلف حقن تحت الجلد حسب طريقة تصنيع الدواء. يعني هلا عندنا الأنسولين بيصنع على أشكال كثيرة، في الأنسولين السريع أو فائق السرعة خلال 5 دقائق يبلش تأثير، في الأنسولين البطيء أو الأنسولين المديد هو نفسه بس مجرد تم إضافة مركبات ثانية بتخلي امتصاص الدواء بطيء، ممكن يطول 24 ساعة تأثيره. عندنا الأنسولين مثلا ديدمير بيطول 24 ساعة، بينما عند الأنسولين السريع احتمال يكون تأثيره 2 أو 3 ساعات حد أقصى. فهون حسب المادة طريقة التصنيع بتختلف. الطريق الفموي هو عفوا قبل طريق تحت الشرج 5 حتى 30 دقيقة مثل ما شايفين، يعني تقريبا بيعادل الطريق العضلي سرعة تأثيره. الطريق الفموي أبطأ شيء 30 حتى 90 دقيقة، يعني المريض أخذ حبات سيتامول بعد 10 دقائق ما ارتاح، معناتها لسه ما بلش الدواء يأثر، ممكن يحتاج نص ساعة أو حتى يحتاج ساعة ونص حتى يبلش يأثر على الدواء بشكل كافي. والسوقات بتختلف حسب نوع المادة الدوائية وحسب طريقة التصنيع من دقائق حتى ساعات. طيب نحن تقريبا قربنا نخلص المحاضرة. مكان تأثير الدواء، في عنا أدوية بتأثر بنسميه تأثير خلوي مثل أستيل كولين. كيف يأثر أستيل كولين؟ في له مستقبلات على جدار الخلية بنبهها وبتؤدي لتقلص عضلات الهيكلي، هذا بنسميه تأثير خلوي. في عنا تأثير داخل الخلية، مثلا مركبات السلفة تدخل إلى داخل الخلية وبتأثر على تصنيع الحمض الفوليك الموجود داخل، تدخل لداخل النواة بتأثر على التصنيع، هذا بنسميه داخل الخلوي. إذا الأستيل كولي ما بيدخل لداخل الخلية، أما السلفة تدخل لداخل الخلية وبتأثر جواتها. يعني تأثير بنسميه خارج خلوي، بدون علاقة بالخلية، مثلا مرض الحموضة، مريض عنده حموضة بالمعدة، بروح بعطيه مادة قلوية، أنا بتعدي الحموضة المعدة، هو ما له علاقة بالخلية نهائيا، مجرد إنه إحنا أعطينا مادة قلوية أثرت على حموضة المعدة، عملت تعادل لحموضة المعدة. طيب في عنا أنواع تأثير الدواء. في عنا التنبيه ولنقل الأدرينالين، شو بيسوي؟ بيزيد من سرعة القلب أو بيزيد من نشاط خلايا معينة، فهذا بنسميه تنبيه. في عنا كمان التثبيط، بعض الأدوية بتنقص من نشاط أنواع معينة من الخلايا، مثلا باربيتويت بتثبط الـ CNS فهي بنسميها مثبطة. في عنا أدوية استخدامها نادر جدا قليل، هي التهيج، وعبارة عن مرهم ولنقول اسمه الكابسين، هذا بيستخدموه مرضى السكري. طبعا هذا كثير شكايه شائعه، بيقول لك مريض السكر انا بالليل بحس انه رجلي عم يلهبوني، بحس انه فليفلي برجلي، ما بحس انام حتى طالع رجلي من تحت الاحرام. هذا الدواء شو مبدا تاثيره؟ الكابسن، وللاسف انه موجود عندنا بسوريا لكن موجود بتركيا وغير بلدان موجود واستخدامه كثير شائع. هذا بيعمل تهيج، بيعمل اول ما المريض بيحطه بصير عنده تهيج سريع، بعدين بيتم يعني استهلاك التنبيه العصبي، فبعد شوي المريض بيرتاح، فأول ما بيحس المريض الكابسن بيحس بحرقة وبعد شوي بيرتاح وبيحسن بينام. أو في عند الإعاضة، مريض مثلا عنده نقص هرمون في الغدة الدرقية، عنده قصور درق بعطيه التروكسين، مريض عنده فقر دم بيعوز الحديد بعطيه الحديد، فهون أنا بعوض النقص الموجود عند المريض. أو النوع الأخير الخامس هو السام للخلايا، مثلا المريض عنده خلايا ورمية أو عنده انتان او عنده طفيليات، بعطي ادويه بتقتل الخلايا الوراميه او الطفيليات او البكتيريا. طيب ممكن نساوي استراحه 5 دقائق هلا، نرجع بعد 5 دقائق نكمل ان شاء الله، ما بقى قسم قصير ان شاء الله للمحاضره. نكمل المحاضرة.
جاهزين كميل؟ طيب تقريبا المحاضرة خلصت، بس في عنا قسم بسيط. هلا لي تأثير الدواء. الدواء ما بيأثر عن طريق ارتباط المستقبلات، وراح نحكي بالمحاضرة الفارماكوديناميك كثير عن موضوع المستقبلات، هلا ما راح نخوض فيه. فأما يأثر عن مستقبلات موجودة على جدار الخلايا، هو أشع تأثير، تقريبا 70% أو أكثر من الأدوية بتأثر عن طريق المستقبلات. أو القسم الثاني بيأثر بدون ما يرتبط بالمستقبلات، مثلا في عندنا أدوية بتأثر بتأثير بنسميه فيزيائي التناضح، اسمه مثلا مريض في عنده ارتفاع الضغط داخل الدماغ، بروح بعطيه مانيتول. مانيتول شو بيسوي؟ بآليته التناضحية ضغطه الأوسموتيك برشر العالي بيسحب السوائل من داخل الدماغ، أو امتزاز أو أدزوبشن بنسميه. هلا رح ناخذ صورة نفهم شو هو الأدزوبشن. عبارة عن مركبات بتمتص الأدوية بتلتصق على سطحها. ممكن يكون دواء ملطف، مثلا مريض عنده التهاب بلعوم بعطيه بس دواء ملطف بيلتصق على المكان الملتهب من البلعوم بخفف من الألم. هلا هون عندنا مثل ما شايفين صورة الأدزوبشن أبزوربشن. الأدزوبشن المركب بيمتص الجزيئات الدوائية بتلتصق على سطحه، بينما أبزوربشن عم بصير امتصاص لداخل الدواء هذا. طبعا أشهر دواء أدزوربشن هو الفحم الفعال هذا. أنا عندي مريض مثلا ابتلع الدواء بقصد الانتحار، فبعطيه فحم فعال. فحم فعال شو بيساوي؟ بيروح بيجذب الجزيئات الدوائية حيث تلصق فيه ويمنع امتصاصها وتنطرح مع الفحم الفعال، تنطرح من الأمعاء. طيب ممكن كمان يكون تأثير كيميائي للدواء، مثلا مثل ما قلنا مضادات الحموضة، مريض عنده حموضة بالمعدة بروح بعطيه أنا دواء قلوي بخفف من حموضة المعدة. أو تأثير على الأنزيمات، في عندنا أنزيمات معينة بالجسم في أدوية بتأثر عليها رح ناخذها بعدين. أو تأثير وهمي، حقيقة هذا التأثير كثير استخدامه شائع خصوصا ببلدنا. يعني تأثير وهمي أو مسميه بلاسيبو إيفكت، يعني الدواء أنا ما بعطي المريض دواء حقيقة، أنا بعطيه يعني حبة فارغة، أو عم بعطيه مثلا كبسولة ما فيها شيء، أو كبسولة فيها فيتامين، المريض بياخذها وبيتحسن. هذا شو السبب؟ المريض عنده حالة نفسية، عنده شيء معين، عنده وهم. فالمريض هذا أنا بتلاقي بعطيه، أو مثلا كثير بيجون على الإسعاف، مثلا المريض بيقول لك عنده حالة احتياج وعم، بس أنت عارفان إنه هذا المريض عم بيمثل أو ما في شيء، تروح تعطيه إبرة سيروم ملحي، بعد 5 دقائق المريض شو ببلش؟ بيرتاح وبتخف ويوجيته، فهذا المريض شو كان معناته؟ كان المريض هذا عم بيمثل. أو مريض نفسي متوهم إنه في عنده مشكلة، وعملت له كل التحاليل، كل الاستقصاءات، وكل الصور، ومريض ما عنده شيء، وأنت متأكد إنه المريض عنده ناحية نفسية. وإذا قلت له ما فيك شيء المريض ما راح يصدق، وراح يروح عند طبيب ثاني ويرجع يبلش دورة ثانية من التحاليل والاستقصاءات. هذا المريض ممكن تعطيه الدواء الوهمي البلاسيبو، بيقول لك بعد كم يوم بيجيك يقول لك دكتور أنا ارتحت كثير على هذا الدواء وكثير استفدت عليه. أو ممكن يستخدم في التجارب السريرية، هذا ما موجود عندنا، إنه لما بيكتشفوا دواء جديد أو بيجربوا دواء، إنه بده يجربوا هذا الدواء، بيعطوا لقسم المرضى دواء حقيقي، بيعطوا لقسم من الدواء من مرضى دواء وهمي، بشوفوا انه الفرق بين المجموعتين، انه هل فعلا الدواء الحقيقي اثر اكثر من الوهمي ولا ما كان في تاثير للدواء. طيب بدنا نحكي شوي، هو عباره عن ثقافي. هلا مين هذا بيعرف هذا العالم؟ هذا العالم اسمه الكسندر فليمينغ، هو اللي اكتشف البنسلين. طبعا اكتشاف البنسلين قصته معروفه، انه اكتشفوا بالصدفه مثل طبق ومفتوح والهواء حمل غبار بذور الفطور وراحت على مستعمره البكتيريا وقتلت البكتيريا. فهو ما اجى بعد نهايه العطله وجد انه لاحظ انه هالطبق هذا في مكان نمت فيه الفطور ما في بكتيريا، فهو عرف انه البكتيريا الفطور هاي انتجت ماده معينه اللي هي البنسلين، منعت نمو البكتيريا. طبعا اتمنى شايفين الارقام هون، وجد هذا الملاحظه سنه 1928.
لكن ما حسن يستخرج هاي المادة الدوائية اللي هي البنسلين. طبعا هي منين اجى بنسلين؟ اسمها من كلمة بنسلين واسم الفطر اللي انتجه. نشر ابحاثه وتمت 10 سنين ما حد يهتم فيها، لبعد 10 سنين لحتى قرأوها طبيبين اظن كمان بريطانيين، وطبعا هو عالم احياء الكسندر فليمنج. فلما اجوا طبيبين هن اطباء يعني مختصين بالفارماكولوجي، قروا هاي الابحاث اهتموا فيها وحسنوا يستخرجوا الدواء. بعد 10 سنين بلشوا دراسة واستخراج الدواء، وتم استخدامه بشكل واسع من 1947. شايفين قديش فترة طويلة؟ شد في فترة، في هالفترة الناس ماتوا بسبب عدم وجود مضادات حيوية، خصوصا كان في الحرب العالمية هذيك الفترة، وملايين الناس ماتوا بسبب انه انتان الجروح. فهذا طبعا يعني من اكثر الادويه اللي تعتبر يعني غيرت حياه البشريه، غيرت مسار البشريه، هو المضادات الحيويه. يعني قبل اكتشاف المضادات الحيويه كان المرضى او الاشخاص، يعني ممكن اي شخص مجرد جرح بعد فتره يصير عنده صدمه انتانيه ويموت. هو مثلا مريض صار عنده ذات رئه يصير عنده صدمه انتانيه يموت، مريض صار عنده التهاب لوزات او التهاب بلعوم يسبب وفاة. يعني حتى كان أمر عادي يعني أنه شخص ما فيه شيء، شخص صحيح أو طفل صار عنده إنتان يموت. فبعد اكتشاف المضاد الحيوي أثرت كثير يعني على 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 مسار حياة البشرية. لذلك تعتبر يعني من أعظم أدوية اكتشفت هي دواء البنسلين أو المضاد الحيوي بشكل عام. هذا الدواء الثاني، هاي الغرفة يعني يمكن أكيد شايفين هالصورة، هاي الغرفة كانوا يحطوا فيها الأطفال اللي بيصابوا بالداء السكري قبل 1920. ما كان في وقتها موجود الأنسولين، معروف إنه داء السكري نمط واحد يعني بده أنسولين، ما في غير هالحل، المريض راح يصير عنده حالة حماض ويموت. فكانوا يدخلوا أطفال على هاي الغرفة، هاي الغرفة مظلمة ما فيها، فكان يعتقدوا إنه إنقاص الاستقلاب ممكن يفيد الأشخاص. لحتى أجى هذا العالم اسمه فريدريك بانتينج واستخلص الأنسولين، وأجا بلش يعطي الأطفال الأنسولين. فدخل على هاي الغرفة بلش يعطيهم، وبلش بالأنسولين، وبلشوا الأطفال يصحوا بعد ما كانوا يموتوا بشكل محتم. هذا كمان العالم اللي اكتشف جوناس سلوك 1957، اكتشف لقاح شلل الأطفال أو اللي عمل عليه لفترة طويلة اكتشفوه. طبعا هذا العالم حتى ما يعني ما قبل إنه يسجل بعد اختراع باسمه عشان الأطفال يحصلوا على اللقاح بأكبر قدر ممكن. هذا عالم اسمه يمان حنين، هذا عالم سوري. مين بيعرف شو اكتشف يمان حنين؟ حد بيعرف؟ طبعا هذا العالم هو اللي اكتشف لقاح الانفلونزا. طبعا كمان لقاح الانفلونزا يعتبر يعني من الادويه اللي كثير اثرت على البشريه، يعني خصوصا معروفين انه المرضى المسنين، مرضى مضاعفين المناعه، ممكن يصير عندهم انتان بالانفلونزا، يعملون ذات رئه ويتوفوا. هذا الطبيب طبعا هو طبعا اكيد ما اكتشف اللقاح بسوريا، هو هاجر على امريكا وعمل 40 سنه حتى اكتشف اللقاح. يعني هو يعني شفتوا السلايد قبله، هذا المخترع لما اكتشف اللقاح شل الاطفال، فالدكتور يمان كان يعتبر انه هذا ملهم له، تم يشتغل 40 سنه حتى اكتشف لقاح الانفلونزا. طبعا بعد ما شفنا الاختراعات هون بنشوف الاخفاقات. هذا الطفل لما كانت والدته حامل استخدم الدواء اسمه الثاليدوميد، هذا طبعا فشايفين سبب عنده حاله قصر بالاطراف سموها الفقمي. طبعا هذا الحاله اكثر شيء انتشرت في المانيا الغربيه، حتى انا اذكر بالخمسينات من القرن الماضي. طبعا هذا الدواء يعني الشركه كانت كاتبه انه امن اثناء الحمل، فاستخدم على نطاق واسع جدا، لكن وجدوا انه عم بيعمل هالفقمي. طبعا المشكله انه الشركه جربوه على الحيوانات، وجدوا انه ما بيعمل اثار جانبيه وما بيعمل تشوهات عند الحيوانات، لكن الحقيقه لما استخدم عند البشر عمل تشوه عند الاطفال، وطبعا تم سحبه والشركه تغرمت بغرامات كبيره وتم تسكير الشركه. نجي هون لهذا السلايد المهم جدا. بيجينا المريض بيقول له بتاخذ انت اي دواء؟ Do you have او عندك اي امراض؟ بيقول لك لا انا ما عندي شيء ابدا. بيقول له طب تاخذ شيء ادويه؟ بيقول لك ايه، لكن باخذ ميتفورمين هو منظم سكر، وباخذ اتينولول، وباخذ اسبرين، وباخذ روزوستاتين. طب انت هلا قلت لي انه ما عندك امراض، فهو المريض هذا اللي عنده سكر او عنده ضغط من 20 او 30 سنه،
هذا اعتبر أن السكر أو الضغط جزء من حياته، ما بقى بالنسبة له مرض. فكتير يعني مرضى بتقول له أنت عندك شيء مرض؟ لك لا والله الحمد لله ما عندي شيء. بتاخذ دواء؟ إيه والله كان باخذ منظم للسكر وباخذ حب ضغط. فلازم يكون يعني سؤالنا واضح للمريض، بتاخذ أي أدوية؟ مو بس عندك أمراض. المريض أحيانا بيفسر إنه ما بيفسر مرض السكر أو الضغط لأنه مرض، يعتبر إنه هذا جزء من حياته. لا مثل ما حكينا من شوي إنه لما بنحكي على موضوع الأدوية، طريقة استخدام الدواء، طريقة تسريب الدواء، توافق بين هالدواء والأدوية الأخرى، أنا هذا الدواء بعطيه بالوريد ولا بعطيه بالعضل؟ لما بعطيه بالوريد بعطيه أنا خلال نص ساعة، خلال 5 دقائق. طب يسألك المرة يا دكتور أنا هذا الدواء بدي أعطيه بالوريد، بحله بسيروم سكري إلا سيروم ملحي إلا سيروم منجل إلا شو بحله؟ فهذا الشيء إحنا ما رح ناخذه، لا يمكن أن ناخذه بمحاضراتنا. هذا الدواء، هذا الشيء موجود في الدليل الدوائي، فهذا عبارة عن أفضل مرجع أنا وجدته للأدوية، موجود بالعربي وموجود بالإنجليزي. طبعا هو صادر عن FDA هذا المرجع. احنا ناخذ هلا سلايدات ناخذ منه امثله. اول شيء بحكي لك عن الزمره الدوائيه للدواء. قلنا مثلا الروسيف بيقول لك هو تركيبه سيفتاكسون الصوديوم، هو صاد حيوي من الجيل الثالث. بحكي على اصابه بعد اصابه، احنا طبعا راح ناخذ اصابه بعد. بعدين بيجي على الاستخدام اثناء الحمل. انا كل دواء قبل ما اوصفه اذا بعرف المريضه حامل لازم اعرف هذا الدواء شو تصنيفه. طبعا هنا بدنا المجموعه بي هي امنه اثناء الحمل. فأنا ما بصير أعطي المريضة بسن الحمل دواء قبل ما أسألها أنت حامل إلا لا، متأكدة أنه حامل إلا لا، عم تأخذ شيء طريقة من الحمل ولا لا. أو إذا في عن يعني هلا خصوصا في الفترة الأولى ممكن المريضة تكون حامل وما تعرف حالها هي حامل، فلازم يكون حذرين أثناء وصف الدواء. بعدين نحكي عن مضاد أسباب الدواء. إذا عنده مرض مثلا عنده فرط حساسية بيقول لك لا تعطي الوليد عنده فرط بيلروبين الدم، أول شهر يفضل ما نعطي المريض الطفل الوليد السيفتريكسون. بعدين هون بيجي على الثباتي بيقول لك مريض يا دكتور او مريض والله انا يا دكتور حليت الدواء وما استخدمته، ليش ممكن انا اخلي هاي الابره؟ مثلا حليت ابره روسيف ومريض اوترس مثلا تفتح الابره 1000 ليره، طب هذا الا صار حق الابره شو بساوي فيه؟ او مثلا انا اجاني طفل قلت له بتاخذ نص جرام باليوم، راح ما لقى غير جرام واحد، فشو بيساوي بالنص جرام الثاني؟ بكبه شو بيساوي فيه؟ فانا هون ما بعرف. بيجي فتح هذا الدواء بيقول لي هذا الثباتي 6 أيام إذا تم بحرارة الغرفة، وإذا حطيته بالبراد بيتم 10 أيام. معناتها شو بقول للمريض؟ لا تكب الإبرة، إذا حطيته بالبراد بيتم عندك 10 أيام. فده الشيء لازم أرجع لمرجع الدوائي عشان أعرف جاوب المريض. هو بيحكي على الآثار الجانبية للدواء. طبعا ما حد من الأطباء حفظان هاي الآثار كلياتها، فإحنا لازم نرجع لمرجع الدوائي. طبعا مو عيب إنه أنا أفتح المرجع الدوائي، يعني مشكلة بمجتمعنا بكيفنا. طيب نعمل بيوت كل شوي، لازم نعمل بيوت. طيب هلا مجتمعنا بيعتبروا انه اذا الطبيب رجع لكتاب او فتح كتاب او دليل دوائي انه هذا عيب، او انه هذا الشيء انه هذا الدكتور مو حفظان او ما كان دارس اثناء ما كان طالب. فهذا طبعا هذا الشيء انا لازم نتجاوزه. بينما المجتمع الغربي بالعكس، إذا أجاك مريض قلت له استنى شوي بدي أتأكد من الكتاب، بالعكس بيعتبر هذا الطبيب معناته هذا مهتم فيني وعم يراجع عشان يعطيني معلومة مضبوطة. فإحنا لازم نخرج من تأثير المجتمع ومن عادات المجتمع. أنا بالأخير المريض لازم إنه أعطاء الدواء أماني. والله مريضة حامل جيت لأعطية الدواء وأنا ماني متأكد هذا الدواء تصنيفه بي ولا سي ولا دي، مو عيب أبداً أفتح دليل دوائي وشوف هذا الدواء شو تصنيفه. بينما لو المريضة مثلا أنا أعطيت هذا الدواء فتحت الكتاب وشفت من تصنيفه بي قلت له هذا خلص آمن أثناء الحمل، الكتاب هيك مكتوب. المريضة لو بالصدفة صار معها أنه تشوه جنيني بسبب أنه هي تزوجت أحد أقاربها أو لأي سبب كان، ما بقى فينا تلومني. بينما لو أنا ما فتحت الكتاب رح تقول والله الدكتور أعطاني دواء ما بعرف عجب هذا كان ضار أثناء الحمل لا. بينما لو شايفت قدامها أنه أنا فتحت الكتاب وقلت له هذا الدواء آمن خلص ما بقى فينا تلوم الطبيب، تعرف أنه معناتها احتمال لسبب ثاني. هلا طبعا احنا احيانا الكتاب ما بيكون موجود عندي، لان انا بالعياده موجود الكتاب عندي على الطاوله ودائما بستخدمه. لكن انا افرض اجاني مريض وانا ماشي بالشارع وانا احنا في زياره في احد الاماكن بسالني عن دواء شو بسوي؟ هو بنرجع احنا بعد ما انتشر الموبايلات الذكي صار في عنا سهوله استخدام وصول المعلومه، يعني عنا الاب تو ديت. حقيقه بنصح كل واحد ممكن يكون عنده اب تو ديت.
الاب تو ديت تلاقي كل المعلومات المطلوبه عن الدواء، كل المعلومات اللي حكيناها من شوي بالدليل الدوائي موجوده، وصول إلى بشكل اسهل. فورا بتعمل بحث بتلاقي المعلومات، بتلاقي مثلا طريقه ادمنستريشن استخدام الدواء، بتلاقي مثلا الجرعه عند الاطفال عند المسنين، اذا مريض عنده قصور كلوي، اذا عنده قصور كبدي. نرجع شوي على اللي قبله. ديتري كونسيدريشن، مثلا المريض هذا بصير انه في انواع معينه من الدواء بتاثر على هذا الدواء. فكل معلومات موجوده في الاب تو ديت. فانا بنصح كل واحد منكم يكون عنده اب تو ديت على موبايله. طيب المحاضره خلصت حاليا، اذا في حد عنده سؤال ممكن يتفضل. دكتور بس